بدأ اليوم بداية جميلة، فالأستاذ ثعلوب يمارس رياضته الصباحية، والجو رطب والمنظر بديع، مما يجعلك تود الركض في هذا الطريق حتى تصل إلى نهاية العالم. لكن بدأت تلك الظاهرة في الانتشار، مما أجل أي فكرة للاستمتاع بهذا الطقس. يا لهذا الضباب الذي يكسو الغابة اليوم، إنها ظاهرة غريبة تجتاح الغابة في الآونة الأخيرة. أرجو أن يكون كل شيء بخير، علي الذهاب إلى المنزل حالاً. هل الجميع في الغابة يعانون مثلي؟ أنا لم أحصل على جريدة الصباحية بعد، وكيف لي أن أحصل عليها؟ فأنا لا أستطيع الرؤية. أها، السيد سلطان، سأقوم بالاتصال به، فربما يستطيع إخباري بما يحدث. اتجه الأستاذ ثعلوب إلى هاتفه لمحادثة السيد سلطان. ولكنه لم يجد أي رد. ربما ليس بمنزله، سأحاول محادثته عبر اللاسلكي. وعندما بدأ بالبحث عن جهازه، إذا به يسمع صوت طرق على الباب فجأة. ها؟ كيف استطاع أحدهم القدوم في هذه الظروف؟ ترى من يكون؟ اتجه الأستاذ ثعلوب إلى باب منزله ثم فتحه. كان يقف أمامه السيد جواد مرتدياً ملابسه الأنيقة. من لا يعرف السيد جواد يظن ربما أنه من رجال الاستخبارات، ولكنه لم يكن إلا رجل أعمال بارع، وكان اليوم يمر بمشكلة. السيد جواد، يا للمفاجأة، لم أتوقع أنه أنت أبداً. كيف حالك؟ تفضل. شكراً أستاذ ثعلوب، أنا لا أريد أن أضيع أي وقت، فأنا دقيق في وقتي وأعمالي. بالطبع، هل أحضر؟ لا وقت لدي، فقد أردت مشورتك في أمر ما أستاذ ثعلوب. اجلس من فضلك، فالوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. حسناً، تريث قليلاً، وأخبرني قبل كل شيء كيف استطعت الوصول في هذا الضباب. قصة طويلة، ستستغرق وقتاً، ولا يمكنني أن أضيع وقتي بأي طريقة. حسناً، أخبرني ماذا هناك؟ في بداية الأسبوع السابق، استطعت بعد جدال ومحاولات كثيرة أن أنجح في الحصول على منجم الذهب الموجود في شرق الغابة. باختصار شديد، المفترض أن هذا المنجم به ذهب، ولكنني عندما بدأت بالتنقيب، لم أعثر إلا على حفنة من التراب. كان شعوراً سيئاً جداً، لقد خاب ظني، وأحسست أنني أخطأت بهذه الصفقة. ما رأيك أستاذ ثعلوب؟ هذا غريب حقاً، المنجم معروف بذهبه الكثير بالداخل. ما رأيك أن نذهب الآن إلى هناك ونرى ما يمكننا فعله؟ ولكن انتظرني لحظة، سآتي بشيء يساعدنا. أنت متأكد أنك لا تريد شرب شيء ما؟ نعم، أشكرك أستاذ ثعلوب، أرجو منك أن تسرع، أنت تعلم أن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. نعم، أمهلني دقيقتين فقط. كثير أستاذ ثعلوب. دخل الأستاذ ثعلوب غرفته وقام بتبديل ملابسه في الحال، ومن ثم خرج إلى ورشته سريعاً وبدأ في البحث عن آلة لكشف المعادن، وبالفعل وجدها، فعاد من فوره إلى منزله حيث وجد السيد جواد واقفاً ينظر إلى ساعته ويبدو عليه القلق الشديد. أستاذ ثعلوب، لماذا تأخرت؟ لدي اجتماع في المساء مع رئيس مجلس الغابة، سلاقد صفقة، وأي دقيقة تضيع ثمنها كبير، فأنت تعلم أن الوقت كالسيف. فهمت سيد جواد، ولكننا هكذا نضيع وقتاً أكثر، أليس كذلك؟ بلى، هيا بنا إلى سيارتي. حسناً. كان الضباب قد بدأ في التلاشي شيئاً فشيئاً، وأصبحت الرؤية مقبولة، وعندما وصل كانت المفاجأة. ما هذا؟ ما الذي حدث؟ ترى ما الذي حدث؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في الواقع
أتوقع أنت تعلم أنني لا أحب تضييع الوقت، فأردت الوصول إليك في أسرع وقت، ولكنني تفاجأت بهذا الضباب، فكان يجب علي أن أكمل، فالوقت أرجوك سيد جواد، ما فعلته كان تهوراً وليس حفاظاً على الوقت. الآن سنحتاج وقتاً لكي نصلح سيارتك، وأظن أنه سيكون وقتاً طويلاً. هل يمكننا الذهاب بسيارتك إذن؟ فالوقت يداهمنا. حسناً، يمكننا ذلك، هيا بنا. انطلق إلى سيارة الأستاذ ثعلوب، وبعدها اتجه ناحية المنجم المقصود. أثناء الطريق كان السيد جواد ينظر إلى ساعته كل دقيقة ويطلب من الأستاذ ثعلوب أن يسرع، ولكن الأستاذ ثعلوب لم يبالي، فهو يعلم أنه إذا أسرع أكثر من هذا فإن ذلك سيعد تهوراً. لقد تأخرنا كثيراً، هل... اهدأ قليلاً سيد جواد، لا داعي للعجلة، هل يمكنك إرشادي للأماكن التي نقبت فيها؟ بالطبع، اتبعني. سار الأستاذ ثعلوب وراء السيد جواد منبهراً بكبر حجم المنجم. هنا أستاذ ثعلوب! أسرع الأستاذ ثعلوب إلى حيث أشار السيد جواد، فوجد آثار حفر مختلفة، فأخرج جهازه وقال: لنبدأ العمل! ما الذي يحدث؟ أخبرني! هذا الجهاز يستطيع أن يشعر بوجود المعادن في منطقة ما حتى إذا كانت مدفونة عميقاً في الرمال، وهذا يعني وجود معادن بتلك الحفر. أعطني هذا. حفر الأستاذ ثعلوب حفرة صغيرة بجانبهم في المكان الذي أصدر الجهاز أعلى صوت عنده. لم يستغرق وقتاً طويلاً حتى أخرج الأستاذ ثعلوب حفنة تراب من هذه الحفرة. تراب من جديد أستاذ ثعلوب. انظر جيداً. كما توقعت، المنجم مليء بالذهب ولكنه مختلط بالتراب، لذا علينا الحفر أكثر والحصول على كمية كبيرة من التراب لاستخراج أكبر كم من الذهب. أها! لذلك ظننت أنه لا يوجد ذهب. لا، ليس هذا هو السبب. السبب أنك متعجل دائماً، تريد إنهاء كل شيء في أقل وقت ممكن، وهذا شيء خاطئ إذا فعلته في كل شؤون حياتك، لأن هناك أشياء تتطلب التأني وتحتاج إلى بعض الوقت. ربما حفرت كثيراً ولكنك لم تعثر على شيء لأنك لم تعطي الأمر وقته الكافي، وبذلك كدت تعتقد أنك فشلت في عملك. اعلم يا صديقي أن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، وخير دليل على ذلك سيارتك أمام منزل. لم أفكر من هذا المنطلق من قبل، لقد كنت أعتقد دائماً أن السرعة هي الحل، ربما لأن تجارتي ومعاملاتي سريعة جداً أصبحت السرعة والعجلة من طبيعتي. لكنك على حق أستاذ ثعلوب، وأنا لا أعرف كيف أشكرك، لقد ساعدتني كثيراً، وأعلم أنني سأعمل بحكمتك هذه. الوقت كالسيف؟ عفواً، أقصد في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. سأقوم اليوم باستئجار بعض العمال لاستخراج هذا الذهب. أحسنت سيد جواد، أنت شخص مجتهد وبارع في عملك، كل ما تحتاج إليه هو التوسط والاعتدال، فبعض الأشياء يحتاج للسرعة وبعضها الآخر يلزمه التأني، كقيادة سيارتك مثلاً. بالمناسبة، إلى أين تريدني أن أقلك الآن؟ إلى ورشة السيد هادي، سنحضره لإصلاح سيارتي أمام منزلك، وأشكرك مجدداً أستاذ ثعلوب. وبالفعل انطلقا معاً بالسيارة باتجاه السيد هادي. كان الأستاذ ثعلوب يقود السيارة متأنياً، إلا أنه يخشى أن يعود الضباب مرة أخرى في أي لحظة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في صباح يوم مشرق جميل، انطلقت السيدة نظيرة بنشاط وحيوية باتجاه منزل السيد ألفي. مرحبا، معك ألفي. ألفي، أنا السيد شائب، كيف حالك؟ أنا بخير، شكرا لك. عظيم، أرسلت لك المقطوعة الجديدة، عليك التضارب جيدا. بالتأكيد،
سأبدأ بمجرد وصولها. ماء وضع السيد ألفي السماعة حتى سمع طرقاً على الباب. صباح الخير سيد ألفي، لدي طرد لك من السيد شائب. شكراً سيدة نظيرة، الآن علي أن أبدأ. أخذ السيد ألفي الطرد وأخرج النوتة الموسيقية، ثم خرج ليتدرب. جلس السيد ألفي يستجم على الشاطئ ويتمرن على المقطوعة الموسيقية الجديدة. أحب السيد ألفي الكمان كثيراً وكان يستمتع بالعزف عليها، لكن ذات مرة وأثناء اندماجه في العزف انقطعت أوتار الكمان، مما أحزن السيد ألفي بشدة. يا إلهي، انقطعت الأوتار، كيف سأتدرب الآن إذن؟ ماذا علي أن أفعل؟ وجدتها، سأذهب للأستاذ ثعلوب. مضى السيد ألفي باتجاه منزل الأستاذ ثعلوب آملاً في إيجاد حل لمشكلته. ترى من يكون؟ سيد ألفي، نجمنا الكبير، مرحبا، تفضل. شكرا أستاذ ثعلوب. استرح. هل تود عصير الليمون؟ هذا لطف منك. عاد الأستاذ ثعلوب ومعه العصير اللذيذ، وعندئذ لاحظ الكمان. ماذا حدث للكمان؟ كنت أتمرن على الشاطئ، ثم فجأة انقطعت الأوتار، فهل يمكنك مساعدتي؟ حسناً، يمكننا شراء أوتار جديدة وتركيبها. لقد اشتريتها بالفعل، لكني لا أعرف كيف أركبها، إنها أول مرة. لا عليك، الأمر بسيط، دعني أشرح لك كيف تركبها. أولاً، نزيل الوتر القديم عن طريق لف هذا المفتاح، ثم نقوم بسحب الوتر المقطوع خارجاً، وبعد ذلك نلف المفاتيح الصغيرة في الجهة الأخرى ونسحب باقي الوتر المقطوع من مكانه. ها قد أخرجنا الأوتار المقطوعة. الآن ندخل هذا الطرف للوتر الجديد في هذه الفتحة، ثم نلف الوتر حول الفتحة هكذا ونثبت الطرف الآخر في الفتحة الأخرى. وها هو الوتر الآخر أيضاً. تفضل جربها. حسناً. أخيراً بعد حل مشكلته وإصلاح الكمان، عاد السيد ألفي لبيته ليعزف من جديد. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في صباح يوم مشرق يسري فيه نسيم الهواء المنعش ورائحة الزهور الجميلة، جلس بطلنا أستاذ ثعلوب في شرفة منزله يقرأ جريدة الغابة ويرتشف مشروب الشاي ذا النكهة الخاصة. كان يقرأ عن الابتكارات والأفكار الجديدة التي وصل إليها بقية الحيوانات في المجالات المختلفة، مما جعله سعيداً مبتهجاً. يا لهم من شخصيات عظيمة،
يجدون في أعمالهم فيرتقون بأنفسهم. حقاً من جد وجد. قام أستاذ ثعلوب من مكانه وهو ممسك بكوبه يرتشف منه ويستنشق هذا النسيم العليل ذا الرائحة الزكية، متأملاً جمال المنظر حوله. وفجأة رأى الأسد الصغير شبول يلوح من بعيد. ها؟ أليس هذا شبول ابن الأسد سبع؟ شبول! كان شبول يقترب وبيده حقيبة. كيف حالك يا شبول؟ وكيف حال والديك؟ أستاذ ثعلوب، أنا بخير، ولكن... ماذا بك يا شبول؟ أقلقتني، هل كل شيء على ما يرام؟ لا تقلق سيدي، كل شيء على ما يرام، فقط هناك أمر أريد استشارتك فيه. بالتأكيد، تفضل بالدخول أولاً ولنتحدث بالداخل. دخل شبول المنزل بعد أن فتح أستاذ ثعلوب له، ثم أجلسه على أريكته المريحة وقام بتحضير عصيره المشهور الليمون الطازج بالنعناع. اشرب يا بني، ثم أخبرني ماذا حدث معك بالضبط. شكراً لك أستاذ ثعلوب. الأمر ليس خطيراً، ولكنني حزين بعض الشيء. أنت تعلم الكلب رماح، قام بدعوتي أنا وبعض من الأصدقاء في الغابة لرحلة صيد سمك منذ فترة. في البداية كنت متحمساً للغاية لأنني سأجرب شيئاً جديداً لم أفعله من قبل. أتذكر تلك الرحلة، لكنني للأسف لم أستطع المجيء لانشغالي ببعض الأشياء يومها. بالفعل أردنا جميعاً أن تكون معنا ذلك اليوم أستاذ ثعلوب. في المرة القادمة سأحاول القدوم. المهم أكمل يا عزيزي، حتى الآن لم أرى أي مشكلة. حسناً سأكمل. في ذلك اليوم لم أستطع صيد شيء في البداية، فذهبت لسؤال رماح الذي كان بارعاً جداً في الصيد، وبالفعل أخبرني بطريقته التي يستخدم فيها الشبكة وكيف علي إغراقها حتى عمق معين وأنا ممسك بأطرافها، وبالفعل نجحت في صيد بعض الأسماك. آسف للإطالة أستاذ ثعلوب، لكنني أردت أن تعرف كل التفاصيل. لا تقل هذا، أكمل أرجوك. حسناً، استطعت الحصول على الكثير من الأسماك ذلك اليوم وكنت سعيداً جداً، ولا أخفيك سراً لقد أحببت هذا الأمر جداً، ولكن ما حدث هو أنني قمت بالأمس بالذهاب وحدي للصيد. أردت إثبات كم أصبحت محترفاً، لذا كلمت صديقي رماح وأخبرته أنني أريد استعارة شبكته لتجربة الصيد في البحيرة الملاصقة لمنزلي، فذهبت لمنزله وأعطاني بالفعل واحدة من أجود الشبكات، ولكن... المعذرة أستاذ ثعلوب، ولكن هذا العصير جميل جداً. شكرت رماح وأخذت شبكته، ثم ذهبت إلى البحيرة وبدأت الصيد. مكثت مدة في انتظار أن تلتقط شبكتي سمكاً، لكن مع الأسف أستاذ ثعلوب لم أحصل على أي سمكة، لا صغيرة ولا كبيرة، كما أنني كدت أن أفقد شبكتي عندما اعتقدت أنني اصطدت سمكة كبيرة جداً. أخذت أحاول جذبها بشدة، وبعد أن بذلت مجهوداً كبيراً في جذبها خارج المياه... ما الذي حدث؟ أخبرني. فعلاً ليمون رائع. كانت مجرد صخرة أستاذ ثعلوب، حينها اعتقدت أنني فقدت قدرتي على الصيد، فأنا أرى الأسماك كل يوم تسبح في تلك البركة، وأنا متأكد أنها مليئة بهم. هل أنا سيء في الصيد هكذا؟ هل يمكن أن أفقد مهارتي في وقت قصير كهذا؟ أم أن السبب أن هذه البحيرة مشؤومة؟ لا أعرف أستاذ ثعلوب. اطمئن، فالأمر بسيط. أولاً، هل قام أحد الناس بالصيد هناك من قبل؟ نعم، رأيت بعضهم بالفعل، ولكن الغريب أن معظم السمك الذي يصطادونه إن لم يكن كله صغير الحجم. هل معك الشبكة التي حاولت الاصطياد بها؟ نعم، إنها معي هنا بالحقيبة. هل أريتني إياها؟ بالطبع. دعني أتفقد شيئاً. أخذ أستاذ ثعلوب يفحص الشبكة جيداً ويفكر ما الذي يمكن أن يسبب تلك المشكلة. البحيرة بها سمك، هناك بعض الحيوانات تصطاد هناك، الشبكة اصطيد بها من قبل، السمك معظم الوقت صغير. أها، وجدتها. شبول، اتبعني إلى ورشتي الخاصة، لقد عرفت الحل. حقا أستاذ ثعلوب؟ نعم، تعال معي. دخل أستاذ ثعلوب وتبعه شبول.
ثم أخرج شبول الشبكة من حقيبته ووضعها على الطاولة، وبدأ أستاذ ثعلوب في الشرح. المشكلة يا شبول في الشبكة نفسها. ها؟ نعم، فتحات الشبكة كبيرة جداً مقارنة بحجم الأسماك التي تحاول صيدها بتلك الشبكة. استطعت الصيد بسهولة في الرحلة لأن معظم الأسماك كان حجمها أكبر من تلك الفتحات، لكن في حالة البحيرة لم تستطع لصغر حجم الأسماك هناك. لكن لا تقلق، الأمر سهل للغاية. أنت رائع أستاذ ثعلوب. اتجه أستاذ ثعلوب إلى طاولته، ثم أخرج خيطاً مناسباً مشابهاً لخيوط الشبكة، وظل يخيط بين الفراغات في الشبكة ليقلل من مساحة تلك الفراغات إلى أن انتهى. حسناً، تفضل. ماذا؟ شكراً 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 لك أستاذ ثعلوب، لا أعرف كيف أرد لك هذا المعروف. لا شكر على واجب. أتعلم؟ سأتي لك بأول صيد لي ونأكله معاً. حسناً شبول، وسأكون بانتظارك لأني أعلم أنك صياد ماهر. ودع الأستاذ ثعلوب شبول الذي ترك الأستاذ ثعلوب جالساً كما كان في البداية، بداخله مشاعر فرحة وسرور لأنه يقدر مشاعر الآخرين جيداً، ويدرك كيف أنه بحل مشكلة قد تبدو صغيرة أعاد للصغير ثقته بنفسه التي كاد يفقدها. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في يوم من أيام الربيع، حيث الطقس البديع، نام الأستاذ ثعلوب في هدوء خاليا ذهنه من كل المواضيع. لم يوقظه إلا صوت العصافير، فغادر من فوره السرير وفتح خزانة ملابسه الأنيقة مخرجاً قميصه وربطة العنق الدقيقة، وبعد ذلك احتسى مشروبه الفريد، ثم طالع الجريدة ليعرف الجديد، وما إن انتهى حتى ركب سيارته وغادر إلى مكان بعيد. في هذه الأثناء كان الصغير ميمون يقود دراجته في الغابة. كان ميمون مستمتعاً بشدة، لكن فجأة انزلقت الدراجة ووقع ميمون من عليها. ميمون يا صغيري، هل أنت بخير؟ أنا آتٍ. نعم، ولكن الدراجة ليست بخير. يبدو أن هناك مشكلة في إطار الدراجة. لا تقلق عزيزي، سوف أصلحه لك. ميمون، فلتساعدني في عد أماكن المسامير؟ بالتأكيد. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. يبدو أنهم 9 مسامير. حسناً صغيري، سأعد كم واحداً في حقيبة أدواتي. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. سأخذ مسماراً إضافياً تحسباً لخطئه في العد. إذن 9 + 1. نحتاج لعشرة مسامير، هذا سهل. حسناً ميمون، لقد انتهينا. شكراً جزيلاً أستاذ ثعلوب، لقد ساعدتني كثيراً. هيا جربها. ومجدداً انطلق ميمون بدراجته الجميلة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. كان يوماً جميلاً مشرقاً، فالشمس ساطعة والطقس منعش، لذا رأى الأستاذ ثعلوب أن يخرج ليمارس بعض الرياضة.
خنزوان، كيف حالك؟ لم أرك منذ مدة، افتقدتك كثيراً. شكراً أستاذ ثعلوب، اشتقت لرؤيتك أيضاً، أرجو أن تكون بخير. لماذا يبدو حزيناً هكذا؟ أرجو أن يكون على ما يرام. لما أنت شاحب هكذا؟ هل كل شيء بخير؟ أخبرني. أستاذ ثعلوب، أنا حقاً بحاجة لمساعدتك في أمر ما. لا تقلق يا عزيزي، الأمر سهل ولا مشكلة بلا حل. اطمئن تماماً، فثعلوب هنا. أعلم ذلك أستاذ ثعلوب، أنا أثق بك دائماً. لنذهب إلى منزلي، سأقدم لك مشروباً ثم نجلس معاً وتحكي لي كل شيء عن مشكلتك. هيا. وافق السيد خنزوان وتوجه مع الأستاذ ثعلوب إلى المنزل. والآن اشرح لي الأمر. لقد حاولت زرع نبات ما في حديقتي مؤخراً، لكنه مات بعد فترة. هل تسقيه بالماء كل يوم؟ أجل وبانتظام. حسناً، وماذا عن الضوء؟ هل تعرضه لأشعة الشمس؟ نعم بالتأكيد، فأنا أزرعه في حديقتي. إذن سأذهب معك بنفسي لأرى ما هي المشكلة، انتظرني دقائق فقط. وفي الحال قام الأستاذ ثعلوب بتبديل ملابسه وأصبح مستعدا، ثم ركب كلاهما السيارة واتجها إلى منزل السيد خنزوان. أترى أستاذ ثعلوب؟ هذا هو النبات الذي أخبرتك عنه. صديقي الصغير، هذا النبات يسمى نبات اللبلاب، وهو نبات متسلق ذو طبيعة خاصة، يحتاج لشيء يتسلق عليه كي يطول وينمو. لبلاب؟ ظننت أنه مجرد نبات عادي. حسناً، يمكنك زراعته على سور الحديقة. قل لي، ألديك سلم؟ نعم لدي واحداً، ها هو هناك. عظيم، تعال معي. ناولني المثقاب رجاء. وبعد ثقب الثقوب ودق المسامير، علق الأستاذ ثعلوب نبات اللبلاب بطول سور الحديقة. والآن عندما ينمو اللبلاب يمكنك تعليقه حول هذا السلك الممتد. لقد فهمت، أشكرك أستاذ ثعلوب. على الرحب، حافظ عليها. بعد إنقاذ النبات ومساعدة صديقه، غادر الأستاذ ثعلوب سعيدا ومضى في طريقه. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في إحدى ليالي الربيع المقمرة، وبينما كان الأستاذ ثعلوب مسترخياً يحتسي شرابه المفضل في شرفته، إذا به يسمع صوت هاتف المنزل. ترى من الذي يتصل في ذلك الوقت؟ مرحباً، من معي؟ أستاذ ثعلوب، أنا سبع. الملك سبع؟ أهلاً وسهلاً بك. أستاذ ثعلوب، هل لك أن تزورني في الصباح الباكر لأقص عليك أمراً ما؟ بالطبع، سأكون هناك. وبعدما أغلق الأستاذ ثعلوب الهاتف، اتجه لفراشه حتى يخلد للنوم مبكراً، لأنه لم يرد أن يفوت موعده مع الملك. في صباح اليوم التالي استيقظ الأستاذ ثعلوب ودخل ليأخذ حماماً منعشاً، بعدها ارتدى ملابسه مستعداً لموعده مع الملك سبع.
أهلاً أستاذ ثعلوب، لحظة من فضلك. مولاي، لقد وصل الأستاذ ثعلوب، هل أدخله؟ بالتأكيد، أدخله في الحال. تفضل أستاذ ثعلوب، فجلالة الملك بانتظارك. صباح الخير سيدي، هل تأخرت عليك؟ لا لا، أنت دائماً في الموعد. كيف حالك أستاذ ثعلوب؟ أنا بخير، وكيف حال الصغير شبول؟ إنه بخير، فكما تعرف شبول شقي جداً ولا يكف عن الهرولة هنا وهناك، ولكن بفضل سوارك نستطيع أن نصل له بسهولة. أشكرك على صريك الطيب. على الرحب والسعة، هل أخبرتني ما الأمر الذي يقلقك؟ كما تعلم، فقد ازداد عدد سكان غابتنا مؤخراً. بالتأكيد، لقد ازداد عددهم كثيراً. نعم، ولكنني لا أستطيع أن أصل إليهم جميعاً للاجتماع بهم. لهذا طلبت منك المساعدة، أريدك أن تجد حلاً لأجمع كل حيوانات الغابة في نفس الوقت. دعني أفكر، سأحتاج لبعض الوقت. لك ذلك أستاذ ثعلوب، ولكن أرجوك لا تتأخر في الرد علي. لا تقلق جلالتك، في الغد سوف أعود لك بالحل. خرج الأستاذ ثعلوب ثم صعد إلى سيارته وهو يفكر كيف يحل مشكلة الملك سبع، فكل ما واجهه من قبل لا يعد شيئاً أمام هذا التحدي الصعب. الأمر أصعب مما تخيلت، علي أن أخذ قسطاً من الراحة. عاد الأستاذ ثعلوب لمنزله وجلس على أريكته المريحة، فقد اكتفى بهذا القدر من التفكير في حل المشكلة. وبينما كان يشاهد التلفاز إذ فجأة وجدتها. اتجه الأستاذ ثعلوب سريعاً إلى ورشته وقام بتصميم جهاز جديد أنيق. أخذه وصعد إلى سيارته وانطلق فوراً إلى بيت الملك سبع. أستاذ ثعلوب، اعتقدت أنك ستأتي غداً، هل وجدت حلاً لمشكلتي؟ أجل، هذا الجهاز به حل مشكلتك. هذا رائع، ولكن ما هذا الشيء؟ هذا مكبر صوت، صنعته خصيصاً لأجلك، كلما أردت أن تجتمع بالحيوانات عليك أن تزأر خلاله. أستاذ ثعلوب، أنت عبقري. ولكن خذ حذرك، فصوته قوي وقد يتسبب في ذعر من بالجوار. بالتأكيد، أنا عاجز عن شكرك أستاذ ثعلوب، لن أنسى لك صنيعك هذا. هذا من دواعي سروري. إلى اللقاء أستاذ ثعلوب. وهكذا غادر الأستاذ ثعلوب وقاد سيارته عائداً إلى منزله منشرح الصدر، تبدو عليه الراحة والهدوء. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في يوم هادئ لطيف استيقظ الأستاذ ثعلوب من نومه بنشاط وحيوية، فأخذ حماماً منعشاً واستعد لتناول فطوره الصحي المغذي من الفواكه والخضروات مع البيض وكوب اللبن بالشوفان وبعض الجبن الطازج والخبز، إلا أنه لاحظ أن الخبز قد نفد من عنده،
وأنه بحاجة للذهاب لشراء بعض الخبز. علي أن أذهب سريعاً لأشتري بعض الخبز من مخبز الآنسة ناغم العصفورة حتى يكتمل فطوري اللذيذ. آه، كم أنا جائع! حمداً لله أن مخبز الآنسة ناغم ليس بعيداً، لن أحتاج إلى السيارة. قرر الأستاذ ثعلوب أن يذهب إلى المخبز سيراً على الأقدام، فهو يعشق السير في الغابة وتأمل مناظرها الخلابة. وفي طريقه، أستاذ ثعلوب! أهلاً سلطان! أخبرني، هل تنام جيداً؟ لم أنم نوماً عميقاً كذلك من قبل. شكراً لك أستاذ ثعلوب. على الرحب صديقي، إلى اللقاء. وأخيراً وصل الأستاذ ثعلوب إلى مخبز الآنسة نغم، ففوجئ بطابور طويل أمام المخبز، أوله عند الآنسة نغم في نافذة المخبز حيث تسلم طلبات الخبز، وآخره عند الأستاذ ثعلوب الذي وقف ملتزماً دوره لأنه يؤمن أن النظام هو قوام النجاح. آه، يا لهذا الطابور الطويل! ظل الأستاذ ثعلوب يتقدم رويداً رويداً مع تحرك الطابور حتى وصل إلى مقدمته حيث الآنسة نغم التي كانت قد أنهكت تماماً، وكان الأستاذ ثعلوب هو الزبون الأخير. أهلاً أستاذ ثعلوب، تفضل. أهلاً آنسة نغم، تبدين متعبة كثيراً. أجل أستاذ ثعلوب، الأمر أصبح صعباً ومضنياً. لماذا؟ ازداد عدد زبائني مؤخراً بعدما قمت بإجراء توسعة في المخبز وتحسينات في منتج الخبز. شيء عظيم! أعلم أنه شيء جميل ومفرح، لكن على الجانب الآخر فمعدل إنتاج الخبز لدي بطيء ولم يعد يناسب عدد الزبائن. ولماذا معدل الإنتاج بطيء؟ كما تعرف أستاذ ثعلوب، فإن طحن الحبوب يحتاج وقتاً وجهداً وقد يمتد لساعات طويلة، مما يؤثر على معدل الإنتاج في النهاية. كيف سأحل لها هذه المشكلة؟ حسناً آنسة نغم، اسمحي لي أن أذهب لأتناول فطوري الذي ينتظرني منذ ساعتين، وفي المساء أرجو أن تمري بمنزلي لأعطيك حلاً لمشكلة مخبزك الجميل. حقاً أستاذ ثعلوب، أنا متحمسة لذلك جداً، إذن سأنهي عملي وأمر بك على الفور. إلى اللقاء مساءً آنسة نغم. إلى اللقاء أستاذ ثعلوب. ذهب الأستاذ ثعلوب إلى منزله وتناول فطوره أخيراً. الآنسة نغم تصنع أجود أنواع الخبز، علي حل مشكلتها حتى لا نحرم من ذلك الخبز الشهي. عمد الأستاذ ثعلوب إلى ورشته الفنية، وهناك عكف على البحث والقراءة لحل مشكلة الآنسة نغم. إلى أن توصل إلى فكرة اختراع رائع. الآن انتهيت. سأذهب للأستاذ ثعلوب وأعود بحل ينعش مخبزي العزيز. إنها بالتأكيد الآنسة نغم. مرحباً آنسة نغم، تفضلي. مرحباً، هل استطعت أن تجد حلاً لمشكلة أستاذ ثعلوب؟ لما لا تجربي هذا الاختراع؟ اختراع جديد من أجلي؟ بالطبع، صنعته خصيصاً لك. هذا رائع! إنها آلة ثعلوب السريعة لطحن الحبوب. عظيم! وكيف ستساعدني؟ هذه الآلة من شأنها تسريع طحن حبوب القمح التي يصنع منها الخبز، وبذلك يقل الوقت الكلي للخبز، مما سيفي بطلبات الزبائن ويريحك آنسة نغم في عملك. حقاً أنا ممتنة لك كثيراً، لا أجد كلمات تعبر عن شكري لك. لا شكر على واجب آنستي. أنت
أنت حقا شخص طيب وكريم أستاذ ثعلوب. أريدك أن تشغلي الآلة الجديدة ابتداء من الغد، وسأتصل بك لأطمئن على النتائج. حسنا أستاذ ثعلوب، سأفعل. يجب أن أذهب الآن، أشكرك مجددا. إلى اللقاء يا آنسة نغم، ليلة سعيدة. وهكذا ودع الأستاذ ثعلوب الآنسة نغم، ثم جلس على أريكته الوثيرة ينظر إلى الغابة من خلال النافذة بجواره ويتأملها، وهو يقول في نفسه في سعادة: ما أجمل مساعدة الأصدقاء. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في يوم مشمس وجميل كانت الغابة تحتفل بتتويج ملكها الجديد الملك سبع. كان بالرغم من سنه الصغير لديه من الحكمة نهرا غزير. بعد انتهاء مراسم التتويج اتجه متحمسا إلى قصره البهيج. عظيم! إذن هذا هو عرشي، صحيح؟ هو بالفعل يا مولاي. حسناً، من الأفضل أن أجربه. بالطبع، تفضل يا مولاي. منير، إنه ليس مريحاً بالمرة. ولكن جلالتك، إنه مصنوع من أفضل الخامات. إنه لا يناسبني. شعر منير بالحزن الشديد، فهو لم يستطع إيجاد حل سديد. وعندها طرأت له فكرة. في هذا الوقت كان أستاذ ثعلوب في طريقه إلى المنزل بعد انتهائه من تمارينه الصباحية. وبعد حمام منعش بدل ملابسه وذهب لتناول فطوره. ثم أعقب الفطور بقراءة الجريدة الصباحية. مرحبا. مرحبا أستاذ ثعلوب، هل لك أنت؟ مرحبا أستاذ ثعلوب، أنا الملك سبع. مولاي الملك سبع، كيف حالك؟ أنا أريدك أن تأتي حالاً، هناك مشكلة كبيرة وأنا واثق أنك الوحيد الذي يستطيع حلها. سأأتي على الفور. وفي تلك اللحظة خرج أستاذ ثعلوب من منزله وانطلق بسيارته نحو قصر الملك عاكفاً على أن يحل مشكلته. أهلاً بالأستاذ ثعلوب، لحظة من فضلك. مولاي الملك، لقد وصل الأستاذ ثعلوب، هل لي أن أدخله؟ عظيم، دعه يدخل. تفضل أستاذ ثعلوب، فجلالة الملك بانتظارك. صباح الخير يا مولاي، كيف لي أن أساعدك؟ مرحباً أستاذ ثعلوب، جيد أنك جئت سريعاً. تحت أمرك دائماً. حسناً، اليوم كان حفل تتويجي، ففكرت أن أتفقد العرش الجديد، ولكن للأسف لم يكن مريحاً بالمرة. هل تتخيل؟ أنا ملك الغابة ولا أملك عرشاً مريحاً. ولكنني سمعت أنه مصنوعاً من أمتن الصخور. ولكنه يؤلم ظهري. أوه، هذا سيء. حسناً، أنا قررت أن أصمم عرشي الخاص. فكرة رائعة، ولكني أحتاج مساعدتك لننجزه سريعاً. هذا شرف لي جلالتك. Thank you.
قام الأستاذ ثعلوب برسم تصميم للملك سبع، ولكن الملك بدأ عليه عدم الرضا. أعتقد أنني أعرف ما يناسبك. قام الأستاذ ثعلوب حينها بقياس الأبعاد المناسبة التي سيحتاجها للعرش الجديد. لم يبدو حينها أن الأمر سيكون سهلاً، ولكن الأستاذ ثعلوب لا يكل ولا يمل، وبالفعل انطلق بسيارته نحو سوق الغابة لشراء بعض المستلزمات التي سيحتاجها. انتهيت، هل لك أن تجربه جلالتك؟ يا إلهي، هذا ما كنت أريده فعلا. سعيد أنه أعجبك مولاي. وهكذا أصبح للغابة ملك جديد. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في منتصف فصل الشتاء، حيث موسم التخزين والاختباء، كان صوت الرعد يخلع القلوب والمطر منهمر على كل الدروب، وكان صديقنا نقار الخشب نديم يواجه إحدى المشكلات. يا إلهي، ما هذا الطقس البارد؟ علي الاستعانة بالأستاذ ثعلوب قبل أن ينهار منزلي. كان الأستاذ ثعلوب يقرأ كتابه عندما وصل إليه السيد نديم. لم يكن أحد ليأتي في مثل هذا الوقت إلا إذا كان هناك مشكلة. سيد نديم، ما الذي جاء بك في هذا الطقس البارد؟ تفضل بالدخول سريعاً. أستاذ ثعلوب، أعلم أن الطقس بارد، وأعلم أن مشكلتي قد تصيبك بالملل، لكن أرجوك ساعدني. بالطبع، لا تقلق واسترح قليلاً، ريثما أعد لك مشروباً ساخناً يدفئك في هذا البرد الشديد. حسناً، شكراً لك أستاذ ثعلوب. الآن أخبرني، ما هي مشكلتك؟ إنه السقف، أفسده الشتاء ثانية. حاولت مراراً وتكراراً أن أصلحه دون جدوى، لا ينتهي أبداً كابوس فصل الشتاء. تفضل عزيزي. أشكرك بشدة. إذن أخبرني، ماذا حدث للسقف؟ المطر يجعله هشاً، حتى أنني أحياناً أخاف أن يتهاوى. لا أريد أن أتجمد. أنت محق، إنها حقاً مشكلة كبيرة. حسناً، هل ستساعدني؟ أدرك الأستاذ ثعلوب أنه لن يستطيع إيقاف المطر، لذا ظل يفكر ويفكر. لدي فكرة، يجب أن نبعد المطر عن سقف منزلك. ولكن كيف سنفعل ذلك؟ حسناً، علينا الذهاب لمتجر الغابة، لكن أولاً علينا أن ننتظر توقف العاصفة. انقشعت العاصفة وأشرقت الشمس من جديد، وبعدها أظن أن الطقس مناسب الآن. هيا ننطلق أستاذ ثعلوب. انطلق الاثنان معاً وتوجها نحو متجر الغابة. وماذا سنشتري أستاذ ثعلوب؟ سقفاً مائلاً. سقف؟ وكيف نستطيع أن ننقله؟ لا تقلق، هذا نوع جديد يبيعونه على هيئة قطع يمكن تجميعها معاً. حل عبقري. أجل. اختار الأستاذ ثعلوب سقفاً جميلاً وتحرك معاً نحو منزل السيد نديم. وهناك صعد الأستاذ ثعلوب وبدأ في إصلاح المنزل من الأعلى.
والآن كل ما نحتاجه هو أن نجمع تلك القطع معا. ها قد انتهيت. أنا آت. آه لا أصدق عيني. هذا السقف لن يجعل المطر يزعجك مرة أخرى، لا تقلق يا عزيزي. إذن هل تقصد أنه لن يدخل الماء إلى منزلي مرة أخرى أستاذ ثعلوب؟ بكل تأكيد، فأنا الأستاذ ثعلوب. أنا في غاية السعادة، أشكرك كثيراً أستاذ ثعلوب. لا عليك أبداً، كل ما يهمني أن نعيش معاً في جو جميل. ودع السيد نديم الأستاذ ثعلوب بعدما عاد الدفء والأمان. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. أسيل نحلة نشيطة تستيقظ صباحاً فتتناول فطورها وتطمئن على عسلها، ثم تنطلق لتجمع بعض الرحيق. يبدو هذا رائعاً، سأخذ بعضاً من هنا، هذه ستكون منعشة، إنه نوعي المفضل. ظلت تجمع كل الرحيق الذي تحتاجه، وعندما انتهت اتجهت عائدة للبيت. وحينما اقتربت من بيتها وجدت مفاجأة غير سارة. يا إلهي، العسل لقد انسكب، من فعل ذلك؟ نظرت أسيل يمينا ويسارا، لكن لم يكن أحد هناك. حزنت أسيل كثيرا وقررت أن تذهب إليه سريعا. أسيل، كيف حالك؟ أسيل، ماذا حدث؟ لقد سرق أحدهم العسل ودمر خليتي. من قد يقوم بهذا العمل الشنيع؟ لا أعلم ماذا حدث، كنت بالخارج أجمع الرحيق، وعندما عدت وجدت. اهدئي الآن واطمئني. لا أعلم ماذا أفعل. شعر الأستاذ ثعلوب بالأسف تجاه أسيل وفكر في حل جيد لها. أها، وجدتها. وجدت من فعل هذا؟ لا، لكنني أستطيع منع تكرار ذلك. حقا؟ نعم، تعالي معي. في الحال اتجه الأستاذ ثعلوب لورشته، أحضر بعض الحديد وألواح الخشب وصندوق أدواته، ومن ثم قفز إلى سيارته وبجانبه أسيل وانطلق بعيدا. أرأيت؟ كما قلت لك، لقد دمر بالكامل. أنت محقة، لكن سيكون كل شيء على ما يرام. بدأ الأستاذ ثعلوب العمل، فجمع ألواح الخشب وصنع منها صندوقاً وضعه على فرع الشجرة، ثم قام بتدعيمه بالمسامير وربطها جيداً وجعل له باباً صغيراً. الآن انتهينا. لا أصدق، عمل رائع، شكراً أستاذ ثعلوب. تفضلي، خذي هذا أيضاً. وما هذا؟ هذا مفتاح لخليتك، لن يدخلها أحد دون إذنك. حقاً؟ لا أعرف كيف أشكرك. لا عليك آنسة أسيل. تفضل أستاذ ثعلوب، هذه هدية لك. وما هذه؟ إنه إناء به عسل لذيذ، وهو أفضل نوع لدي. هذا لطف منك،
حسناً، شكراً لك أسيل. وهكذا قاد الأستاذ ثعلوب سيارته عائداً في منتهى السعادة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في ظهيرة يوم من الأيام خرج الأستاذ ثعلوب في جولة في الغابة. إنها الرابعة، إنه وقت الغداء. أها، مطعم الرشاقة، ممتاز. أستاذ ثعلوب، طاب يومك. طاب يومك سيدة رشيقة، كيف حالك؟ أنا بخير، شكراً لك. ما المميز عندكم اليوم؟ حسناً، لدينا اليوم خلطة سحرية ستعجبك بكل تأكيد، عليك أن تجربها، إنها لذيذة، بها نوع الخضر الذي تفضله، ويوجد بها أيضاً بعض الإضافات الشهية. يبدو شهياً بالفعل، هيا سأجربه. لم تغب السيدة رشيقة طويلاً حتى خرجت وفي يدها الوجبة. رائحتها زكية. آمل أن يكون طعمها مثل رائحتها. بل أظنه سيكون أشهى. إنها لذيذة. بالهناء والشفاء. سمع الأستاذ ثعلوب صوت تنهد السيدة رشيقة آتياً من الداخل. لا، علي أن أذهب وأطمئن عليها. سيدة رشيقة، هل أنت بخير؟ سمعتك تتنهدين، ما الأمر؟ أنا لا أعلم، اختفى الطعام من مكانه. اختفى؟ كيف ذلك؟ لست متأكدة، لكن انظر، لقد تركت بعض العنب هنا، ثم ذهبت لأحضر بعض اللبن، وعندما عدت لم أجد العنب. دعيني أرى تلك المنضدة. لقد وقع العنب في هذه الفتحة. فتحة؟ سيدة رشيقة، عرفت كيف أصلحها. حقا؟ كل ما أحتاج إليه بعض ألواح الأخشاب، هل لديك أي منها؟ نعم، لدي العديد. أخذ الأستاذ ثعلوب ألواح الخشب وبدأ العمل. هي الآن جاهزة. رائع، تبدو كمنضدة جديدة. شكرا جزيلا لك أستاذ ثعلوب. لا عليك، سأذهب لأنهي وجبتي الشهية. أشكرك مجددا. أشكرك على الوجبة الرائعة. بكم أدين لك؟ لا، إنها هدية، وإليك أيضا كعكة التوت، لا شك أنك ستحبها. عادت السيدة رشيقة إلى زبائنها بعد أن ودعت الأستاذ ثعلوب الذي مضى يقول في نفسه أنه لا شيء يضاهي مساعدة الآخرين ورسم البسمة على وجوههم. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. كان ذلك اليوم عيد ميلاد الحلزونة زوما، وأرادت أن يكون يوماً مميزاً ولطيفاً، وكذلك أراد صديقها جلجل إدخال السرور عليها. أمي، أنا أسوأ صديق على الإطلاق. لما يا عزيزي؟ لأن اليوم عيد ميلاد زوما، وليس معي نقوداً لأشتري لها هدية. ألم تدخر أي نقود؟ ولا فلساً واحداً. حسناً، عليك أن تفكر في حل ما. أظن أنني سأخرج قليلاً وأفكر. أرجو أن أكون صديقاً أفضل، زوما دائماً ما تعطيني هدايا مميزة.
ربما يستطيع الأستاذ ثعلوب أن يساعدني. مرحبا عزيزي جلجل. أستاذ ثعلوب، أرجوك ساعدني. بالتأكيد، ماذا حدث؟ اليوم عيد ميلاد زوما وقد نفذت نقودي، ماذا علي أن أفعل؟ أمر بسيط، يمكنك ابتكار هديتك الخاصة. حقا؟ كيف؟ ما رأيك أن تصنع لها عقدا؟ موافق، فكرة رائعة. لدي بعض الخيوط وأزهار جافة وهناك إبرة. واثق أنها ستحبه، كما أن رائحته جميلة. إذن هيا اذهب وأعطها هديتك وأدخل السعادة عليها. شكرا لك. انظري ماذا أحضرت إليك. جلجل، هذا أجمل عقد رأيته في حياتي. لقد صنعته بنفسي. حقا، هذا يجعله أثمن وأجمل. أرجو أن تحظي بأجمل عيد ميلاد يا زوما. أنت أفضل صديق يا جلجل. هكذا الأصدقاء يتشاركون السعادة والحزن وكل شيء. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. أحب هفاف دائماً الانضباط في مواعيده، ولم يكن يتأخر أبداً في أي شيء. أنا سأصل في الموعد. ولكن بينما هو يسير إذ سمع صوت ساعة الغابة. العاشرة؟ ليس مجدداً، كيف حدث هذا؟ لا لا لا، ماذا أصابك ساعتي الغالية؟ جعلتني أتأخر ثانية، أرجو أن لا أطرد من عملي بسببك. وأثناء حديث هفاف لنفسه مر به الأستاذ ثعلوب. مرحباً يا هفاف، سمعت مؤخراً أنك تأتي في ميعادك بالتمام. أستاذ ثعلوب، لا لقد تغير ذلك الآن، لم أعد آتي في الموعد. كيف هذا؟ أنت منضبط جداً. أنا متأخر اليوم. وكيف حدث ذلك؟ أنا لا أدري، ساعتي هذه إنها ثمينة وغالية جداً، لقد جنت. إنها 9 صباحاً في ساعتي، ولكن في ساعتي الغابة العاشرة. هل ضبطت ساعتك؟ نعم لقد ضبطتها صباحاً. وماذا عن البطارية؟ غيرتها 5 مرات. أرني الساعة. حسناً، أنا أعتقد أنني أحتاج لمفتاح صغير. أزال الأستاذ ثعلوب السطح الزجاجي ونظر بالداخل. ها هو إذن. ماذا؟ ماذا؟ هل وجدت ساحراً بالداخل؟ ماذا؟ لا، بالقطع لا. إذن ما الأمر؟ إنها مجرد حبة رمل كانت عالقة. لا، لقد تعطلت ساعتي. كلا، إنها محض حبة رمل، سأزيلها وستعود الساعة سليمة. حقاً؟ نعم حقاً. انتهيت، ها هي، لن تتأخر مجدداً. شكراً جزيلاً لك أستاذ ثعلوب. على الرحب عزيزي. لوح الأستاذ ثعلوب مودعاً هفاف. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. يوماً ما في فترة الظهيرة كان الأستاذ ثعلوب يأخذ قيلولته، وفجأة سمع طرقاً على الباب. قام ليفتح الباب فوجد الآنسة سلطعونة واقفة تحمل في يدها هدية. أهلاً آنسة سلطعونة، تفضلي. أهلاً أستاذ ثعلوب،
لدي مشكلة صغيرة وأتساءل إذا كنت تستطيع مساعدتي. إنه من دواعي سروري، أخبريني ما الأمر؟ حسناً، كل ما في الأمر أن اليوم عيد ميلاد صديقتي المقربة، فاشتريت لها هدية واحتفظت بها في خيمتي على الشاطئ، لكن إحدى صديقاتي انتابها الفضول وأرادت أن ترى الهدية ففتحتها بدون إذن مني وكسرتها، لكن عن غير قصد. ما هذا؟ إنه تصرف سيء جداً. جداً جداً أستاذ ثعلوب، وقد كانت السلسلة الأخيرة في المتجر. دعيني أراها جيداً. هاها، إنها ليست مكسورة، هناك حلقة مفقودة. حلقة؟ ماذا تعني؟ هذه الأجزاء الصغيرة المتصلة ببعضها. أمسك الأستاذ ثعلوب بالسلسلة وقام بإعادة وصل الحلقات ببعضها. هذا رائع، لقد عادت جديدة. الآن عليك أن تلفي الهدية مرة أخرى وتعطيها لصديقتك. شكرا جزيلا لك أستاذ ثعلوب. على الرحب والسعة. وهكذا خرجت سلطعونة تقفز في سعادة، وعاد الأستاذ ثعلوب إلى قيلولته في الحال. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. كان خنزوان راقدا في سريره، لم يفلح في النوم رغم أنه حاول بكل جهده، لذا تشكلت هالات سوداء تحت عينيه. لا، ليس مجدداً، أشعر بالنعاس الشديد لكني لا أقدر على النوم. ماذا يحدث؟ وجدتها، سأكلم الأستاذ ثعلوب. أمسك خنزوان بالهاتف واتصل بالأستاذ ثعلوب الذي كان نائماً حينها. مرحباً. أهلاً أستاذ ثعلوب. أهلاً خنزوان، هل أنت بخير؟ ليس تماماً، لا أستطيع النوم. ولما هذا؟ لا أعرف. حسناً، عد للسرير وأغلق عينيك ثم عد إلى 1000، ستجد نفسك حينها تغط في نوم عميق. حسناً، سأحاول أن أفعل هذا. شكراً أستاذ ثعلوب. ليلة سعيدة. حسناً، الآن 1 2 3 4 5 6. هذا لم يجدي نفعا. مرحبا. مرحبا، هذا أنا مجددا. ألا زلت مستيقظا؟ أنا مستيقظ منذ 3 أيام. هذا فظيع. أرجوك ساعدني أستاذ ثعلوب. سأنهض وآتيك حالا. تفضل أستاذ ثعلوب.
ما الذي يوقظك عزيزي؟ أنا لا أعلم. هل أنت مضطرب؟ هل تفكر أكثر من اللازم؟ هل تكثر من القهوة؟ لا أفعل أي من ذلك. في الواقع أشعر بالنعاس الشديد. هل أريتني حجرتك من فضلك؟ بالطبع. الإضاءة ليست مزعجة ودرجة الحرارة معقولة. الوسائد باردة ورائحتها زكية كرائحة الخزامة. أرأيت؟ كما قلت لك. دعنا نلقي نظرة على سريرك. أها، توجد هنا بعض الألواح المكسورة. هل علي أن أتخلص من السرير؟ لا، نحن فقط سنبدل الألواح المكسورة بأخرى جديدة. تحتاج إلى 1 2 3 4 5 خمسة ألواح جديدة. انتظر هنا. أزال الأستاذ ثعلوب الألواح المكسورة ووضع الألواح الجديدة بدلاً عنها. حسناً، انتهى عملي هنا. أنا أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب. تثاءب الأستاذ ثعلوب عندما رأى خنزوان، ثم قرر العودة قبل فوات الأوان للحصول على قسط وافر من النوم قبل أن تطلع الشمس ويبدأ اليوم. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. علي أن أسرع، لا أستطيع التوقف أكثر من هذا. سأستمر، اقتربت من الوصول. هيا، لا تستسلم يا ثعلوب. من أين ظهرت؟ كيف حدث هذا؟ هل أنت بخير؟ نعم، لم يحدث شيء خطير. وأنت أستاذ ثعلوب؟ إنني بخير، أعتقد ذلك. ماذا كنت أفعل؟ صحيح، أستاذ ثعلوب، ألم ترى السيد جميل؟ لدي موعد معه، وكنت أمام منزله وطرقت الباب عليه كثيرا، ولكن أحدا لم يرد. لم أره طيلة النهار، فأنا أركض هنا منذ الصباح الباكر. يا لنشاطك أستاذ ثعلوب. لكنه أمر غريب، فالسيد جميل هو من أكد علي هذا الموعد. هذا الموعد، أنت تعرف أستاذ ثعلوب كيف أن المواعيد شيء مقدس بالنسبة لي. هذا غريب بالفعل. حسنا، إذا رأيته سأخبره أنك تبحث عنه. أشكرك أستاذ ثعلوب، وأنا سأذهب بهذا الطريق لعلي أجده. إن معه تلك الجوهرة النفيسة التي أريد شراءها. عودة لتمريننا. سيد جميل. أجل، كيف حالك يا من أنت؟ لماذا أنا هنا؟ سيد جميل، هل أنت بخير؟ إنه أنا الأستاذ ثعلوب. ثعلوب من؟ هل تريد أن تسرقني ثم تقتلني؟ أرجوك لا تقتلني. هدئ من روعك، أنا صديقك ثعلوب. صديقي؟ أستاذ ثعلوب، أنا آسف، دائما ما تخونني ذاكرتي. كيف حالك؟ وأين أنا؟ نحن في منتصف الغابة سيد جميل. في منتصف الغابة؟ عظيم، لكن لماذا نحن هنا؟ يبدو هذا غريبا بعض الشيء. كنت أجري وأنت ظهرت أمامي فجأة، ولا أعلم إلى أين أنت ذاهب. يبدو أنني كنت سأقابل، أو أنني كنت أتنزه، لا أتذكر. صحيح،
كان السيد جواد يبحث عنك وذكر أن لديه موعدا معك عند منزلك تحديدا. أه؟ موعد؟ بمنزلي؟ من يكون السيد جواد؟ السيد جواد الحصان الأصيل، رجل الأعمال، تذكر يا صديقي. صديقك؟ من أنت؟ أستاذ تعلوب أنا آسف. هل تذكرتني؟ بالطبع، ومن ينساك؟ وماذا عن السيد جواد؟ ماذا به السيد جواد؟ صحيح، إنه يريد الجوهرة. الجوهرة أين هي؟ جوهرتي الثمينة. لا، لقد ضعت، أفلست، تدهورت جوهرتي. اهدأ قليلا أرجوك، ربما كانت في منزلك. في منزلي؟ أجل صحيح، إنها في منزلي. كيف علمت؟ أمر طبيعي، لكن كيف يمكنني العودة الآن؟ أنا لا أعرف من أين أذهب. لا بأس، سأتمشى معك قليلا حتى نصل إلى سيارتي، ومن ثم أوصلك إلى بيتك. حقا؟ كما أنت شخص كريم أستاذ سنفور. أستاذ تعلوب يا عزيزي، تعلوب. آسف أستاذ تعلوب. أخذ الأستاذ تعلوب والسيد جميل يتمشيان في الغابة حتى وصل إلى السيارة، وهناك ركب فيها واتجه إلى بيت السيد جميل. ها قد وصلنا، تفضل سيد جميل. أشكرك جزيل الشكر أستاذ ثعلوب. ثعلوب، ثاء عين لام واو باء. أجل ثعلوب. لا فائدة، ثعلوب يا صديقي، ثعلوب. حسنا حفظتها. سيد جميل، إليك هذه الهدية مني، ستفيدك كثيرا. شكرا، هذا لطف كبير منك، لكن أخبرني بما ستفيدني. إنها ساعة بها برنامج خاص بتحديد المواقع، سيساعدك لمعرفة المكان الذي تود الذهاب إليه. بمجرد أن تضغط على هذا الزر ستدلك الساعة دائما على المكان الذي تريده. لا أعرف كيف أشكرك أستاذ ثعلوب. ثعلوب أجل. أعتقد أن عليك الذهاب الآن والاتصال بالسيد جواد، وأنا سأكمل تماريني. لم يكد الأستاذ ثعلوب ينتهي من كلامه حتى استدار السيد جميل وهرع صوب منزله. نظر إليه الأستاذ ثعلوب ثم نظر أمامه وانطلق ليكمل مشواره بالتدريب، سعيداً بمساعدة السيد جميل وقلقاً بشأنه في الوقت نفسه. ذات يوم وبينما كان الأستاذ ثعلوب يستمتع بقهوته الصباحية ويقرأ الجريدة، إذ رن هاتفه. ترى من يتصل في هذا الوقت المبكر؟ مرحبا. مرحبا أستاذ ثعلوب، أنا الملك سبا. أهلا مولاي، كيف حالك اليوم؟ لدي مشكلة تزعجني. ولما ذلك؟ إنه البيانو، حاولت أن أعزف عليه لكن صوته غريب. كيف هذا؟ لا أعرف، هل أتيت لتفحصه؟ بالتأكيد، سآتي حالا. شكرا لك، سأكون في انتظارك. حسناً، إلى اللقاء. على الفور ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابسه وأخذ حقيبة أدواته ومفاتيحه، ثم ركب سيارته وانطلق نحو بيت الملك سبا. أهلاً أستاذ ثعلوب، لحظة من فضلك. مولاي، لقد وصل الأستاذ ثعلوب. عظيم، داهو يدخل. تفضل أستاذ ثعلوب، فجلالة الملك بانتظارك. صباح الخير، ها قد جئت. أوه، من فضلك أستاذ ثعلوب، أصلح لي البيانو، فهو الشيء الوحيد الذي يسعدني. لا تقلق سيدي، سأجد حلاً لك. بدأ الأستاذ ثعلوب في فحص البيانو وتجربة مفاتيحه. ما الأمر أستاذ ثعلوب؟ هل به عطل؟ أستاذ ثعلوب،
أرجوك أجبني، الصوت مريع. كلا، ليس الأمر كذلك، يحتاج فقط للصيانة. هل يجب علي أن أشتري واحدا جديدا؟ لا سيدي، الأمر بسيط وسأبدأ في الحال. حقا؟ شكرا أستاذ ثعلوب، لقد كانت صدمة كبيرة. ولكن لا، ليس هذه الكلمة. عفوا، أمهلني بضع دقائق. حسنا، سأنتظرك. والآن حان وقت العمل. أرجوك أستاذ ثعلوب، أصلح سريعا، فهو عزيز علي جدا. لا تقلق، سيبدو جديدا. فتح الأستاذ ثعلوب صندوقه وأخرج بعض الأدوات، ثم بدأ العمل. جميل، صوته رائع. أخبرتك أن الأمر بسيط. لا أصدق حقا، أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب. على الرحب والسعة. وبهذا انتهى عمل الأستاذ ثعلوب. لوح للملك مودعا وغادر سعيدا بمساعدة صديقه. فلا أجمل من مساعدة بعضنا البعض. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. أثناء ليلة الأمس كان السيد نعسان في طريقه من العمل إلى البيت، ولأن الشوارع كانت خالية وهادئة غلب السيد نعسان النوم وحلق مع أحلامه المليئة بالطعام اللذيذ. لكن فجأة توقفت سيارته بدون سبب. نام السيد نعسان على عجلة القيادة. كان الصوت مزعجاً للغاية. حاول الأستاذ ثعلوب أن يتلاشى الصوت لكن بلا جدوى، ورغم استخدامه غطاء الرأس والسماعات لم يعد يتحمل ذلك الصوت الفظيع. ما هذا الصوت المزعج؟ ترى من يكون في تلك الساعة المتأخرة؟ السيد نعسان، أنت ثانية؟ يا لك من مزعج، ما الذي أتى به في هذا الوقت؟
ها هو نائم على آلة التنبيه. المعذرة. سيد نسان، مرحبا مرحبا. هذا كثير. من أين؟ ما الساعة الآن؟ إنها الثانية بعد منتصف الليل، وها أنت نائم على آلة تنبيه سيارتك أمام منزلي. أوه أستاذ ثعلوب، كيف حالك؟ يا إلهي، الثانية صباحاً؟ ها؟ فعلاً؟ إذن كيف أساعدك أستاذ ثعلوب؟ تساعدني؟ تساعدني؟ أنت نائم أمام منزلي. وماذا أفعل هنا؟ لا أعرف، أنت أخبرني. لقد كنت نائماً واستيقظت على الصوت الفظيع لآلة تنبيه سيارتك. عذراً، يبدو أن النعاس قد غلبني مجدداً. يا إلهي، لا بأس في ذلك. الآن هل يمكنك أن تقود سيارتك باتجاه منزلك دون أن تغط في النوم وتسقط رأسك على آلة التنبيه؟ حسناً أستاذ ثعلوب، إلى اللقاء. إلى اللقاء. حاول السيد نعسان إدارة السيارة لكنها لم تعمل. يا إلهي. أستاذ ثعلوب، انتظر، ساعدني. ماذا الآن؟ السيارة لا تعمل. هذا ما يبدو. هل يمكنك مساعدتي؟ بالتأكيد. عاد الأستاذ ثعلوب وبدأ في فحص السيارة. بدأ للأستاذ ثعلوب أن كل شيء على ما يرام، وعندما أغلق غطاء محرك السيارة وجد السيد نعسان يغط في النوم من جديد. تعجب الأستاذ ثعلوب وحاول إيقاظه بالطرق على مقدمة السيارة، لكن السيد نعسان لم يستيقظ. حينها قرر الأستاذ ثعلوب أن يحاول تشغيل السيارة بنفسه. سيد نعسان، لقد نفذ الوقود من سيارتك. من؟ ماذا؟ سيارتك قد نفذ منها الوقود. معقول؟ وماذا سنفعل الآن؟ نملأ خزان الوقود. حسنا. لقد نمت ثانية. ماذا؟ استيقظ، سأملأ لك خزان الوقود، لدي بعض منه في الداخل. سيكون هذا رائعا. سيد نعسان، لقد انتهيت، يمكنك الذهاب الآن. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. لا، ليس مجددا. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في عالم مليء بقصص المرح والمغامرة حدثت هذه القصة. كان الأستاذ ثعلوب جالساً في الفناء الخلفي يرسم لوحة جميلة لطائر يطير خارجاً من عشه فوق نهر أزرق عريض. الجمال في كل مكان، كل ما علينا أن نمعن النظر. ثم قاطعه نداء يطلب المساعدة. أستاذ ثعلوب، ساعدني، أرجوك أستاذ ثعلوب. لقد كانت السيدة حلوب البقرة النشيطة. أنا في مشكلة كبيرة، وأنت الوحيد الذي يستطيع
تفضلي سيدة حلوب، اهدئي قليلاً ولا تنسي أن لكل مشكلة حلاً. دعا الأستاذ ثعلوب السيدة حلوب للدخول للبيت، وقدم لها عصير الليمون بالنعناع كي تهدأ قليلاً. الآن أخبريني، ماذا حدث بالضبط؟ في صباح الأمس ذهبت للتسوق، وهناك قابلت الجمل جميل. ظللنا نتحدث ونتسوق معاً، ولم أنتبه لمرور الوقت. وعندما عدت للمنزل وجدت الباب مفتوحاً. دخلت لأتفقد ليلي وبكور، فلم أجدهم في أي مكان. ناديت عليهم مراراً لكن لم يجب أحد. هل كان البيت مفتوحاً عندما غادرت في الصباح؟ يا إلهي، لم أتأكد من إغلاقه. يا لإهمالي، هذا خطير. شعر الأستاذ ثعلوب بالأسى تجاهها، لذا قال لها: لا تقلقي سيدة حلوب، لدي فكرة جيدة. بحث الأستاذ ثعلوب عن اللاسلكي واتصل بالسيد سلطان رقيب الغابة. يا رقيب، أحتاج المساعدة. في خدمتك أستاذ ثعلوب. الآن لدي مهمة لك، أريدك أن تجد أبناء السيدة حلوب الصغار ليلي وبكور. ليلي ترتدي فستاناً وردياً، وبكور يرتدي قميصاً أبيض وسروالاً أزرق قصير. في الحال. اطمئني سيدة حلوب، السيد سلطان يعرف كل أماكن الغابة جيداً ويستطيع أن يمسحها بالكامل بنفسه. بكور وليلي سيبيتان في حضنك الليلة. هل هو ماهر؟ إنه مذهل. إنه يطير بسرعة كالضوء، وبصره الأكثر حدة بين سكان الغابة. كل ما علينا الآن أن ننتظر وندع المحترفين يعملون. ترك سلطان عشه المتواضع وحلق عالياً بنشاط. طار نحو الغرب ثم عطف نحو الشرق حتى وجد مكاناً مهجوراً. أخذ يحلق حول المكان ويبحث بكل ما أوتي من قوة، وعندما كاد ينتهي من البحث وجد أخيراً ما كان يبحث عنه. لقد عثر على ليلي وبكور. وجدت أطفال السيدة حلوب في حفرة، سأعود الآن وأحضرهما معي. لقد كنت متأكداً أنك ستفعلها. انتفضت السيدة حلوب من الفرحة، وبعد دقائق سمعوا طرقاً على الباب. كان ذلك هو الصقر سلطان برفقة ليلي وبكور. أقبل الصغيران نحو أمهما ووعداها بعدم الابتعاد عنها مرة أخرى. قلقت عليكما كثيراً ولم أستطع تحمل غيابكما. كنا نلعب الغميضة عند البحيرة ثم انزلقنا في الحفرة فجأة، لكن السيد سلطان جاء وأخرجنا. نحن آسفان، لن نفعلها ثانية. حسناً يا صغيري، لا أعرف ماذا أقول. لا يوجد كلام يعبر عن شكري. لا تقولي هذا سيدة حلوب، سأكون دوماً بجانبكم. لا بد أن الصغيرين قد جاعا. ما رأيكم أن نشرب معاً حساء البروكلي؟ لقد صنعته بنفسي، وبعده نتناول حلوى البودينغ. رائع، هيا بنا الآن. أعطى الأستاذ ثعلوب السيدة حلوب هدية. هذا من أجل أمان الأطفال، حتى لا تغفلي عن الوقت مرة أخرى. أنا حقا لا أعرف كيف أشكرك أستاذ ثعلوب. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. لطالما شعر التنين جانح بالفخر بموهبته في التصوير، وكل ما أراده هو فرصة لإثبات موهبته للجميع من حوله. ولم يمض وقت طويل حتى رشحه أحدهم ليكون المصور الرسمي لحفلة عيد ميلاد الملك سبع. لقد انتهيت، الآن إرسال.
يا لها من صورة! الآن عرفت من سيكون مصورنا! وفي الحال أرسل السيد منير رسالة إلى جامح. أوه! أخيراً رشحني أحدهم! لن أخذله أبداً! أعد بذلك! أخذ جامح يتدرب على التصوير بالكاميرا أكثر فأكثر. التقط صوراً جميلة وشعر بسعادة غامرة. كان كل شيء يسير على ما يرام حتى صباح يوم الحفل. إنه اليوم! أخيراً! يجب علي أن أتمرن. ها؟ يا إلهي! ماذا فعلت؟ بينما كان يختبر الكاميرا، إذ ضغط على زر غير من خواصها، فصارت الصور بيضاء اللون. حاول جامح أن يعيدها كما كانت، فقام بمسح العدسة وفحص المرشحات، لكن دون جدوى. ماذا علي أن أفعل؟ آه، ما العمل؟ لابد أن أذهب إلى الأستاذ ثعلوب. بعد القليل من التفكير، لم يجد أمامه إلا اللجوء للأستاذ ثعلوب، فأخذ الكاميرا وطار إليه في الحال. مبكراً هكذا. جامح، هذا أنت. ساعدني أستاذ ثعلوب. الكاميرا فجأة كل الصور بيضاء. ما العمل؟ اهدأ عزيزي، اهدأ. تفضل بالدخول. دخل جامح والأستاذ ثعلوب، وبعد ما جلس شرح مشكلته في هدوء. كما تعلم، فاليوم حفل ميلاد الملك. نعم، وعلمت أنك ستكون المصورة الرسمية للحفل. تهانينا. لا أستاذ ثعلوب، أخشى أنني لن أستطيع المشاركة. ماذا؟ لما؟ الكاميرا تعطلت. تعطلت؟ نعم، قمت اليوم باكراً لتجربتها قبل الذهاب، لكنني وجدت الصور كلها أصبحت بيضاء. هل فحصت العدسة؟ نعم، وأعدت مسحها كي أتأكد، لكن بلا جدوى. والمرشح؟ كل شيء. إذن ليست العدسة ولا المرشح. دعني ألقي نظرة. أمسك الأستاذ ثعلوب بالكاميرا وبدأ في فحص الإعدادات. من أين سأشتري واحدة الآن؟ هل لديك كاميرا يمكنني استعارتها؟ لا أظنك بحاجة إليها. سأذهب إلى السجن، أليس كذلك؟ لا، لا يمكنهم إرسال المصور الأمهر إلى السجن عزيزي. سأكون أضحوكة الجميع. هل أنت متأكد من ذلك؟ التقط الأستاذ ثعلوب صورة وأراها لجامح الذي لم يصدق عينيه. يا إلهي، إنها تعمل! ماذا كانت مشكلتها؟ لقد زدت خاصية الجاما بدون قصدك. أوه، لقد نسيت فحص ذلك. شكراً أستاذ ثعلوب. أذهب الآن. أراك في الحفل. سيكون ذلك رائع. عندئذ غادر التنين جامح عائدا إلى بيته في سعادة وسرور. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة،
وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. إحدى ليالي الصيف الحارة جداً، استيقظ أستاذ ثعلوب من نومه وبدأ يهمهم بصوت خافت. يا لها من ليلة حارة، لا أحتاج إلا حمام ماء منعش. وبعدما أخذ أستاذ ثعلوب حمامه المنعش خرج ليتابع برنامجه المفضل على التلفاز، وهو يحتسي كوباً من بوضة ثعلوب المميزة مسترخياً وسعيداً. حوريك أنا اللي هكسب والجائزة هتكون من. وبينما هو كذلك إذ سمع طرقاً على الباب. ها؟ ها؟ كان ذلك وفيق البطريق. أهلاً صغيري وفيق، لم أرك في الغابة منذ مدة، كيف حالك؟ أهلاً أستاذ ثعلوب، كنت أحاول مؤخراً تعلم أحدث طرق الطبخ كما نصحتني قبل ذلك. جميل جداً، أعتقد أنك ستصبح أفضل طباخ في الغابة قريباً. لا أعتقد ذلك. ها؟ لماذا؟ تعال معي يا وفيق لنكمل حديثنا بالداخل. وبعدما دخل الاثنان بدأ أستاذ ثعلوب في إعداد شيء رائع يحبه وفيق. استرح هنا ريثما أعد لك كوبا من البوضة المثلجة اللذيذة. حقا؟ إليك بوضة ثعلوب المميزة. أشكرك كثيرا، أنت أفضل أستاذ ثعلوب. أخذ وفيق يلتهم البوضة في نهم شديد. أخبرني، هل أعجبتك خلطة ثعلوب المميزة للبوضة؟ أجل، تلك هي أفضل وصفة تذوقتها في حياتي. أنت ماهر حقاً. سوف أعلمك إياها قريباً، ولكن الآن هل لك أن تخبرني ما هي مشكلتك؟ الصيف أستاذ ثعلوب. الصيف؟ ما مشكلته؟ ترتفع درجة الحرارة في الصيف كثيراً مما يؤثر علي بالسلب، فلا أستطيع أن أباشر أعمالي وأكون دائماً في حالة يرثى لها. آه، يبدو ذلك واضحاً عليك. أستاذ ثعلوب، لقد لجأت إليك لتجد لي حلاً، فأنا أعرف أنه لا توجد مشكلة في وجود أستاذ ثعلوب. فكر أستاذ ثعلوب ملياً ثم قال لوفيق البطريق: هلا أمهلتني بعض الوقت يا وفيق؟ سأتصل بك وقتما أجد الحل. أستاذ ثعلوب، أنا واثق بك وسوف أنتظر مكالمتك بشغف كبير. بعدما ودع أستاذ ثعلوب وفيقاً الصغير أخذ يفكر في حل لمشكلته. كان وفيق يحاول الاتصال مراراً وتكراراً ليسأل أستاذ ثعلوب إن كان قد توصل إلى حل لمسألته أم لا، وفي كل مرة كان أستاذ ثعلوب يطلب منه أن يصبر قليلاً حتى ينتهي من إعداد الحل له. دخل أستاذ ثعلوب ورشته وأخذ يحاول إيجاد فكرة من شأنها تسهيل حياة وفيق وإيقاف معاناته. ها قد انتهيت.
في الغد سوف أتصل بوفيق لأخبره أنني قد حللت مشكلته. نام أستاذ ثعلوب حتى الصباح، وبعد شروق الشمس نهض من سريره وهرع إلى الاتصال بوفيق وطلب منه أن يحضر فوراً. وبعد دقائق قليلة وصل وفيق البطريق. مرحباً عزيزي وفيق. مرحباً أستاذ ثعلوب، انتظرت اتصالك بتلهف شديد. تفضل. انظر، هذه السترة بها حل لمشكلتك. عظيم، ولكن كيف ذلك؟ أخبرني. عليك أن تستخدمها وسوف تفهم على الفور. وما إن لبس وفيق السترة حتى بدأت في العمل، وعندما أحس بالبرودة تسري في عروقه وتصل إلى أطراف جسده قال: أستاذ ثعلوب، حقيقة أنا عاجز عن شكرك، أنا سعيد جداً ولن أنسى معروفك هذا أبداً. واجبي يا بني. لا أصدق نفسي حقاً أستاذ ثعلوب، إني أشعر بالبرودة في كل أطرافي، يا له من إحساس مريح ورائع. أسعدتني يا صغيري. هل طلبت منك شيئاً آخر أستاذ ثعلوب؟ نعم تفضل. لقد اشتقت لتذوق بوضة ثعلوب المميزة. في الحال، قام أستاذ ثعلوب من مكانه واتجه إلى ثلاجته، ثم أخرج منها كوبا كبيرا من البوضة التي تنعش صديقه الصغير وفيق. شكرا لك أيها الصديق الرائع. تفضل. أشكرك كثيرا، أنت أفضل أستاذ ثعلوب. انكب وفيق على البوضة اللذيذة وراح يأكلها بشهية مفرطة. وبعدما انتهى غادر منزل أستاذ ثعلوب وهو يودعه قائلاً: شكراً لك أيها الصديق الرائع. وهكذا جلس أستاذ ثعلوب في منزله أمام تلفازه مستريحاً مطمئناً بعدما ساعد الصغير في حل مشكلته وأدخل السرور على قلبه. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. ذات صباح جميل مشرق، وبعدما أنهى الأستاذ ثعلوب إفطاره خرج ليمارس تمارينه الرياضية، وإذا به يرى السيد نديم قادماً نحوه. نديم، كيف حالك؟ مضى وقت طويل، لقد اشتقت إليك. بخير أستاذ ثعلوب، اشتقت إليك أيضاً، وأرجو أن تكون بخير. لماذا يبدو مهموماً هكذا؟ أرجو أن لا يكون قد أصيب بسوء. لما أنت حزين سيد نديم؟ هل أصابك مكروه؟ هل أنت بخير؟ أستاذ ثعلوب، أنا بحاجة إلى مساعدتك. لا تقلق يا عزيزي، واعلم أنه لا توجد مشكلة بلا حل، وسنصل إليه قريباً. أعلم أستاذ ثعلوب، فأنت نعم الصديق. لندخل المنزل إذن، سأحضر لك العصير ثم تحكي لي مشكلتك حتى نجد حلاً لها. هيا بنا. صنعت لك بعض البرتقال الطازج حتى تسترخي أعصابك سيد نديم. كم أنت لطيف، أحب البرتقال كثيرا، شكرا لك. أستاذ ثعلوب،
أعتذر مجدداً لمجيء المفاجئ بلا ترتيب، لكن لم يكن لدي خيار. لا عليك صديقي، أنت تعلم أنني أعد أكبر نجار بالغابة، وقد كبرت تجارتي مؤخراً وأصبح لدي العديد من الزبائن. نعم، أنت تعمل بجد وتستحق ذلك. صنعت في السابق قوارب للصيادين، وقد اشتهرت وذاع صيتي بعدما صنعت للسيد رماح أفضل قواربي، وهو بدوره أخبر كل الصيادين فهرعوا لعمل قوارب مثله. هذا أمر رائع، أنا سعيد بذلك. لكن بالأمس جاء إلي السيد رماح وطلب مني أن أصنع له سفينة تستطيع أن تسعه هو وجميع أصدقائه، فهو يخطط للذهاب إلى رحلة صيد، قال أنها ستكون مميزة. نعم، لقد سمعت بذلك الأمر، لكن المشكلة هي أنني لم أصنع سفينة من قبل، ولا أعرف أيضاً أي أخشاب أحتاج لصنعها. أنا في حيرة من أمري، فكرت أن أرفض هذا الطلب ولكنني ترددت في ذلك. أرجوك ساعدني. يا لها من مشكلة كبيرة، علي بدء البحث في كتبي. هكذا نظل نتعلم حتى آخر عمرنا. هلا أمهلتني بعض الوقت، وسأتصل بك وقتما أصل للحل. سأنتظر مكالمتك، أنا أثق بك كثيرا أستاذ ثعلوب. بعدما خرج السيد نديم، بدأ الأستاذ ثعلوب في البحث لمعرفة الطرق الممكنة لبناء السفن. وبعد مرور عدة ساعات وصل إلى الحل. نعم، وجدتها، لكن علي التأكد أولاً. أجل، هذه هي. وبعدما عاد لمنزله، اتصل بالسيد نديم ليخبره أنه وجد حلاً لمشكلته. لم تمض إلا دقائق معدودة حتى سمع طرقاً على الباب. سيد نديم، لقد أتى سريعاً. أخبرني أستاذ ثعلوب. حسناً، تفضل. لقد توصلت لحل مشكلتك. لم أشك للحظة بك أستاذ ثعلوب. لا أعرف كيف أشكرك، فأنت تساعدني دائماً. لا تقل هذا. انظر هنا، هذه مخططات، من خلالها ستجد إرشادات تعلمك بناء السفن. بدأ السيد نديم قراءة المخططات بتمعن، ثم بدت على وجهه ملامح السعادة وقال: إنها أبسط مما تخيلت. شكراً لك أستاذ ثعلوب، ولكن أستاذ ثعلوب، ماذا عن المواد التي سأحتاج إليها؟ هذه لائحة بكل المواد التي ستحتاج إليها. وماذا عن نوع الخشب الذي سأستخدمه؟ بحثت ملياً في الأمر، ووجدت أن العرب القدامى كانوا يستخدمون خشب الساق في بناء السفن، لأنه يتميز بقوته وصلابته، وأيضاً يمكن تقطيعه للحصول على الألواح العريضة اللازمة للسفن. لكن أستاذ ثعلوب، أعلم أنك لا تعرفه، لا يعرفه الكثيرون. هيا نذهب معاً لأريك الشجرة التي عثرت عليها في الغابة. في غابتنا؟ أجل، يوجد كل شيء قد تحلم به في غابتنا الرائعة. صعد الأستاذ ثعلوب وبجواره السيد نديم إلى سيارته، وانطلقا في طريقهما. ها هي الشجرة. عندي الكثير من هذه الأخشاب، لكنني لم أعرف أنها تستخدم في بناء السفن. وأنا أيضاً لم أكن أعرف، ولكن ببعض البحث نتعلم أشياء كثيرة يا صديقي. أنا عاجز عن شكرك، أنا في غاية السعادة، لن أنسى لك صنيعك هذا أبداً. هذا واجبي يا عزيزي. الآن بعدما عرفت ماذا أفعل، سوف أعود وأشرع في بناء تلك السفينة لرماح في أسرع وقت. وهكذا ودع الأستاذ ثعلوب رفيقه السيد نديم،
وانطلق عائدا تبدو عليه علامات الراحة والهدوء لأنه قدم معروفا وساعد صديقا. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. يا له من صباح جميل. المفترض أن يكون الصقر زياد هنا الآن ليحضر لي الحلوى اللذيذة من الجانب الآخر للنهر، فأنا لا أستطيع عبور النهر بمفردي ولا أستطيع السباحة. يجب أن أذهب إلى الأستاذ ثعلوب، فهو سيساعدني بالطبع. من هنا؟ نمنومة صغيرة، أهلاً، تفضلي. شكراً أستاذ ثعلوب. كيف أساعدك؟ أستاذ ثعلوب، أعلم أن مشكلتي تبدو صغيرة وأنك مشغول بشدة، ولكن أنا... لا تقلقي نمنومة، أياً كانت سنجد حلاً لها. أخبريني، ماذا يضايقك؟ حلوى السكر. حلوى السكر؟ ما بها؟ لا شيء، أنا أحبها وأريد الحصول عليها، ولكن لا يمكنني الحصول عليها إلا من الجانب الآخر للنهر، وأنا لا أستطيع السباحة. إذن كيف حصلت عليها سابقاً؟ عن طريق أصدقائي، كانوا يعبرون النهر ويحضرونها لي من هناك، لكنني لا أريد انتظارهم كل مرة، أريد أن أحضر الحلوى بنفسي متى شئت. فهمت، إذن أنت بحاجة إلى طريقة لعبور النهر. نعم. تريدين تعلم السباحة؟ مستحيل، فأنا أخاف من الماء كثيراً، هو كابوس بالنسبة لي. هل من طريقة أخرى أستاذ ثعلوب؟ بالطبع، دعيني أفكر. أخذ الأستاذ ثعلوب يفكر في حل، فنمنومة الصغيرة لا تريد أن تبتل، ففكر في بناء جسر تعبر عليه، وهو بالطبع ما تحتاج إليه. عزيزتي نمنومة، هل هو نهر عريض؟ عريض جداً أستاذ ثعلوب. ليس سهلاً، فلنذهب الآن. اتجه الأستاذ ثعلوب إلى ورشته الرائعة، حيث جلب صندوق أدواته وبعض الأخشاب، ثم وضعهم في سيارته الجيب الأنيقة، وانطلق برفقة الصغيرة نمنومة. صغيرة نمنومة، إن عرضه ليس كبيراً. ولكنه كبير بالنسبة لي. أنت تقول ذلك لأنك كبير جداً. أنت محقة، والآن بدأ العمل. وأخيراً انتهينا. أستاذ ثعلوب، هذا ما أردته تماماً. أشكرك كثيراً أستاذ ثعلوب. علي أن أذهب لإحضار حلوى السكر، لطالما تمنيت ذلك. استمتعي بالحلوى يا نمنومة. بعد أن اطمأن الأستاذ ثعلوب لعبور نمنومة للنهر، قاد سيارته وعاد لبيته سعيداً بانتظار يوم جديد. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. كانت الآنسة ياسمين ترسم على الشاطئ كعادتها، مستمتعة بممارسة هوايتها. أظن أنني يجب أن ألونه باللون الأزرق. لا مهلاً، أظن أن هذا أفضل. لما لا أعطيه بعض اللون الوردي الموجود على ريشي؟
هذا لا يجدي نفعاً. علي الاتصال بالأستاذ ثعلوب لعله يخبرني ما يجب علي فعله. مرحبا. أهلا أستاذ ثعلوب، أنا ياسمين. أهلا ياسمين، كيف حالك؟ بخير أستاذ ثعلوب، لكنني بحاجة إلى مساعدتك. هل بوسعك القدوم إلي؟ أنا في مكان الرسم المعتاد. بالطبع، سآتي حالا. ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابسه وانطلق بسيارته إلى حيث ترسم ياسمين. أنا سعيدة لمجيئك، لقد حاولت بكل الطرق ولكنني لم أفلح. ماذا تحاولين أن تفعلي؟ أنا أحاول أن أضيف بعض اللون الوردي أستاذ ثعلوب. لا أظنك تتبعين الطريقة الصحيحة يا سمين. حسناً، ماذا علي أن أفعل؟ هل تستخدمين لوحة للألوان؟ بالتأكيد. حسناً، أي الألوان لديك؟ لدي الأحمر، الأزرق، الأصفر، الأسود والأبيض، وينقصني الوردي، الأخضر، البرتقالي، البنفسجي والبني. دعيني أرى، إذا أضفنا القليل من الأحمر إلى القليل من الأبيض نحصل على الوردي. إنه أشبه بالسحر. وماذا عن بقية الألوان؟ هل تودين التجربة؟ أجل، أود ذلك، ولكن أي الألوان أستخدم؟ أطلق العنان لخيالك. أريد أن أجرب الأحمر والأزرق. حسناً. رائع، أستطيع تلوين أزهاري بالبنفسجي. هل تريدين التكرار؟ بالطبع، هذه المرة سأجرب الأحمر والأصفر. جميل، إنه البرتقالي. إنه جميل أستاذ ثعلوب، لكن لا زال ينقصني الأخضر. حسناً، لنرى، ألم نخلط الأزرق والأصفر بعد؟ صحيح، انظر إلى هذا اللون الأخضر الجميل. الآن لوني كما تشائين. لكن أستاذ ثعلوب، ماذا عن البني؟ صحيح، كدت أنساه. برتقالي وأزرق. نعم، هو ذاك. حقاً أنا لا أعرف كيف أشكرك أستاذ ثعلوب. لا عليك يا سمين، أحب ألوانك جداً. بالفعل؟ نعم، إنها زاهية. أشكرك، هذا بفضلك أنت. حسناً، إذا أردت لوناً ما فقومي بدمج الألوان معاً. وهكذا عن طريق دمج الألوان التي لديها حصلت ياسمين على ألوان جميلة جديدة، فكانت منشرحة سعيدة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. ذات يوم جميل مشرق بالأمل، خرج الأستاذ ثعلوب ليتجول ويستمتع بنسيم الغابة العليل وأشعة الشمس الدافئة. بين تغريد الطيور وطنين النحل ورائحة الزهور الزكية، مضى الأستاذ ثعلوب مستمتعاً بوقته. وعندما وصل إلى بيت القرد الصغير ميمون، وجده يفعل شيئاً غريباً للغاية. ميمون، ماذا تفعل؟ أنا أخزن طعامي المفضل لآكله في الشتاء. لكن لا يجب أن تدفنه، هكذا سيفسد. ولكن ماذا أفعل أستاذ ثعلوب؟ إنه ينمو في الصيف فقط، وأنا أحب أن آكله كثيراً. أخذ الأستاذ ثعلوب يفكر كيف يمكنه مساعدة ميمون. لا تقلق ميمون، أظن أن لدي فكرة. حقاً؟ وما هي؟ انتظر وستعرف. سأنطلق إلى ورشتي وأعود إليك في الحال. حسناً أستاذ ثعلوب.
عندئذ اتجه الأستاذ ثعلوب إلى ورشته. وبعد حساب كل العوامل بدأ في جمع ما يحتاج إليه. ثم أخذ صندوق أدواته ومفاتيح سيارته وبعض الألواح الزجاجية التي وضعها في السيارة وانطلق في طريقه إلى ميمون. لما كل هذا؟ إنها مفاجأة. أنا متحمس جدا. وهكذا انتهى الأستاذ ثعلوب بينما كان ميمون يشاهده منبهراً بما يفعل. تفضل، لن تفقد الأناناس ثانية. إذن هل أخزنهم هنا؟ لا لا، ستزرعهم هنا. هذه هي الصوبة الزجاجية. صوبة؟ وماذا نصوب عليها؟ لا، لا نصوب، بل هو اسم يفيد زراعة النباتات بداخلها في أي وقت. إذن الآن يمكنني الحصول على الأناناس في أي وقت؟ أجل، في أي وقت. رائع، شكراً أستاذ ثعلوب. لا عليك. تفضل، هذه لك أستاذ ثعلوب، إنها أفضل واحدة لدي. هذا لطف منك عزيزي، أحب الأناناس. الآن أنا وأنت نستطيع أكله متى أردنا. مضى الأستاذ ثعلوب سعيداً بمساعدة الصغير ميمون. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. من الذين نعتمد عليهم في حياتنا؟ من الذين نجدهم دوماً بجانبنا؟ مستعدين للتضحية ورسم البسمة على وجوهنا لجعل يومنا أفضل ولمشاركتنا أجمل لحظات المرح واللعب.
بحث نور عن أخته روان في كل مكان، لكنه لم يستطع أن يجدها. مرحبا يا نور. ماذا؟ كيف أتيت إلى هنا؟ قلت أنك ستعود للمنزل بالتأكيد. ما الذي أصاب جهازك؟ إنه لا يعمل، لكنه جديد. أعلم ذلك، لقد بحثت عنك في كل مكان. أخي، هل قلقت لأجلي؟ كفى، يجب علينا إصلاحه. وكيف لنا أن نفعل ذلك؟ مهلا، أنت الخبيرة هنا. ولكنني لا أعرف كيف أصلحه، أنت تعلم ذلك. عليك أن تحاولي أولا. فعلت ذلك قبل أن تأتي، ولم أصل لأي شيء، صدقني. أتفكرين فيما أفكر فيه؟ أظن ذلك، انتظرني هنا. مرحبا. مرحبا أستاذ ثعلوب، روان أتلفت جهازها اللاسلكي. قلت لك لم أفعل ذلك. كفى عن الشجار، أعطني جهازك، ربما أستطيع إصلاحه. ها هو، لكنني لست السبب، صدقني. سأذهب إلى ورشتي لأرى ما مشكلته. شكرا أستاذ ثعلوب. عفوا. أتظن أنني السبب حقا؟ بالتأكيد، ومن غيرك. ولكنني لم أفعل. لا، أظن أنك فعلت. شيء لا يصدق. الآن يعمل جيداً. ألم أقل لك؟ لكنه لم يكن كذلك، لقد جربته. أعلم، لكنه سليم الآن. أرأيت؟ أنت أتلفته وأصلحه الأستاذ ثعلوب. لم يكن تالفاً يا نور، إنها البطاريات. آسف رورو. لا عليك، لقد كنت خائفاً عليك. أعلم ذلك، لدي أخ رائع. ربما يختلف الإخوة أحياناً ويتشاجرون، لكنهم في النهاية يظلون عائلة. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. في صباح يوم مشرق يسري فيه نسيم الهواء المنعش ورائحة الزهور الجميلة، استيقظ أستاذ ثعلوب من نومه واتجه إلى شرفته وأخذ يتأمل الطبيعة الخلابة للغابة، ثم تذكر أنه يجب عليه اليوم أن يذهب لمزرعة السيد أنور الأرنب لإعطائه بذور الجزر التي عكف على تحضيرها لأجله. خرج أستاذ ثعلوب وأخذ عربته الجيب الأنيقة وانطلق، وبينما هو يقود سيارته في الغابة إذا به يسمع صوتاً ينادي عليه من بعيد. أستاذ ثعلوب! ترى هل هذا صوت صديقي سلطان؟ أستاذ ثعلوب! يبدو أنه هو فعلاً. أنا بخير يا صديقي العزيز، وماذا عنك؟ أنا بأفضل حال. هل عدت من رحلات الاستطلاع أخيراً؟ لقد تم اختياري ضمن فريق الكشافة الذي سيجوب العالم كله هذا العام، ولكن يجب علي اجتياز كل الاختبارات. اختبارات؟ أي اختبارات؟ تقوم فرق الكشافة بالتجمع كل عام، ويتم عمل معسكر لرفع معدل اللياقة البدنية لكل الصقور، وبعد ذلك يتم عمل بعض الاختبارات البدنية لكل المتقدمين، ويتم اختيار أفضل المتقدمين دائماً. كالعادة أنت في الطليعة يا صديقي. أنا أتدرب يومياً في الغابة ليحافظ على لياقتي البدنية، ولكن هناك مشكلة. أية مشكلة؟ لا تقلق يا عزيزي، لا توجد مشكلة بلا حل، وإذا وجدت المشكلة وجد ثعلوب لحلها فوراً.
ذاكرتي يا أستاذ ثعلوب لم أعد مثل السابق. مع مرور الوقت أصبحت أنسى الأماكن التي يجب علي إتمام بعض المهمات بها. هل هذا كل شيء؟ نعم، وفي بعض الأحيان لا أستطيع الوصول في أسرع وقت وأحتاج للمزيد من الوقت للبحث بشكل أدق. وقت؟ أي وقت تقصد؟ يتم حساب مدة إتمام مهمة الاستكشاف التي نكلف بها بعد إتمامنا لها، وبناء على هذه المدة يتم ترتيب الطليعة لقائمة الكشافة كل عام. غادر أستاذ ثعلوب بعد أن علم مشكلة السيد سلطان، ومضى في طريقه متجهاً إلى السيد أنور لإعطائه البذور، وبعدها عاد إلى منزله وعكف على البحث عن حل للمشكلة. أخيراً وجدتها، سوف أتصل بسلطان ليخبره أنني قد حللت مشكلته. اتصل أستاذ ثعلوب بالسيد سلطان وأخبره أن مشكلته قد حلت، وأنه يجب عليه أن يأتي حالاً إلى منزله. ولم تمضي إلا دقائق معدودة حتى سمع طرق على الباب. انتظر من فضلك، أنا قادم. مرحباً أستاذ ثعلوب. مرحباً يا سلطان، تفضل. أستاذ ثعلوب، ينتابني شعور جميل، لقد كنت أعرف أنك سوف تصل إلى حل في أقرب وقت. شكراً لك يا صديقي. تفضل سيد سلطان، هذا الجهاز الأنيق به حل لمشكلتك. رائع، ولكن أخبرني كيف يعمل. تستطيع من خلال هذا الجهاز إضافة كل الأماكن التي توكل إليك المهمات بها، وسوف يذكرك بها، وبذلك تستطيع أن تصل إلى هذه الأماكن في أسرع وقت. حقاً؟ كما أنت عبقري، لا أصدق نفسي أستاذ ثعلوب، أنت مبهر حقاً. لا عليك أبداً يا عزيزي، هذا ليس كل شيء، لقد أضفت له بعض البرامج التي تصدر بعض التقارير وسوف تساعدك بكل تأكيد. أي تقارير هذه؟ تلك التقارير تعبر عن المسافات التي تقطعها ومعدلات الوقت التي تستهلكها في كل مرة، وبعض التقارير عن سماتك البدنية مثل دقات القلب ومعدلات الحرق. أستاذ ثعلوب، لا أعرف ماذا أقول لك، أنا في غاية السعادة، لن أنسى لك معروفك هذا ما حييت. واجبي سيد سلطان، أنت صديق مقرب، وعلي أن أساعدك في أن تكون في طليعة الكشافة دائما، أنت تمثل قريتنا الجميلة. أعدك أنني سوف أكون في الطليعة هذا العام. لا أشك في ذلك، كلي ثقة بك. ودع أستاذ ثعلوب السيد سلطان، ومضى سلطان في طريقه، وكان أستاذ ثعلوب سعيداً منشرح الصدر بمساعدة صديقه، لأنه يعلم جيداً أن السعادة الحقيقية أن ترى البسمة في وجوه من تحب. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. يوما ما، وبينما كان الأستاذ ثعلوب جالساً يشاهد التلفاز ويستمتع بأكل الحليب والشوفان، إذ سمع طرقاً على الباب. ترى من يكون في هذا الوقت المبكر؟ قام الأستاذ ثعلوب ليفتح، وفي طريقه ظل يدعو ألا يكون أحد الحيوانات قد أصابه مكروه. وعند الباب رأى إحداهن واقفة في قلق شديد، كانت تلك هي السيدة رشيقة. صباح الخير سيدة رشيقة، كيف حالك اليوم؟ صباح الخير أستاذ ثعلوب، هل لك أن تساعدني في أمر عاجل؟ بالتأكيد، تبدين قلقة جداً، ما الأمر؟ ابني الصغير دبدوب المحبوب علق عالياً في الشجرة. وكيف حدث هذا؟ لقد التصق في خلية نحل، كل ما أراده كان العسل، وهو الآن عالق هناك، أخشى أن يقع على الأرض أو يصيبه أي مكروه. ليس في وجودي سيدة رشيقة، لحظة. ها قد جئت. اتجه الأستاذ ثعلوب إلى ورشته على الفور
وأحضر حقيبة الأدوات التي يحتاجها من الداخل، وضعها في سيارته الجيب الأنيقة، وساعد السيدة رشيقة في الركوب. وأخيراً وبعد طول مسير، وصل إلى وادي الأشجار، حيث كانت الشجرة الطويلة ذات خلية النحل التي التصق بها دبدوب الصغير. أسرعوا! اصبر قليلاً دبدوب الصغير، فنحن سنساعدك في النزول. لا تخف يا صغيري، أستاذ ثعلوب سيساعدك في النزول بعد لحظات. كل ما علينا فعله الآن هو بناء سلم. جلب الأستاذ ثعلوب بعض المسامير المعدنية وبعض قطع الخشب من حقيبة أدواته. سيدة رشيقة، هل ساعدتني في حساب عدد المسامير لدي؟ بالطبع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ولكنهم كانوا 10. ها هو. أنا قادم لمساعدتك يا دبدوب. 1 2 3 4 خمسة، أنا قادم. 6 7 8 9 10. أنت هنا أخيرا. هيا تشبث بي جيدا، سننزل معا. المنظر مخيف. لا تخف، اقترب، تعال. وهكذا استطاع الأستاذ ثعلوب أن ينقذ دبدوب المحبوب. شكرا جزيلا لك أستاذ ثعلوب، لقد ساعدتنا كثيرا. لا عليك أبدا سيدة رشيقة، كن حذراً في المرة القادمة. شكراً أستاذ ثعلوب. في هذه اللحظة ودع الأستاذ ثعلوب كل من السيدة رشيقة وابنها دبدوب المحبوب، ثم أدار سيارته واتجه عائداً إلى المنزل مبتسماً يقول في نفسه: نعم الأصدقاء، الصديق وقت الضيق. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. يوما ما وبينما كان الأستاذ ثعلوب يتجول في الغابة، سمع ضوضاء عالية آتية من مسافة قريبة، وعندما اقترب أكثر وجد القرد شملول والقرد المسن قردون يتعاركان. يكفي يكفي، توقف الآن. يجب أن تخجل من نفسك أيها اللص الصغير. يا لك من هرم خرف، اذهب بعيدا. هيا لا تتحدث هكذا. أي نوع من الأجيال هذا؟ لا حدود ولا أخلاق. سيدفعني للجنون أستاذ ثعلوب. ما المشكلة؟ السيد قردون عنده الزهايمر. كيف تجرؤ؟ مؤخرا أصبح يظن أن بيتي هو بيته. أأنت متأكد؟ نعم، إنه يدعوني باللص لأنني حاولت دخول منزلي. ولست لصاً عادياً بل خطيراً، حتى أنني غيرت قفل الباب فجاء وكسره ودخل أيضاً. إنه باب منزلي ويمكنني أن أفعل به ما أشاء. أرأيت أستاذ ثعلوب؟ سيد قردون، أين تسكن؟ أسكن هنا. سيد قردون، هذا بيت شملول، حتى أن صوره معلقة على الجدران. لقد تساءلت كثيراً لمن هذا الوجه الأبله. هذا الوجه الأبله هو لصاحب المنزل الذي اقتحمته عنوة. على كل، أعتذر أستاذ ثعلوب، لقد نسيت. هل تعرف عنوانه يا شملول؟ نعم، من هنا. حسناً،
لنذهب الآن سيد قردون. هذا هو منزلي. منزلك؟ الآن تذكرت؟ أنا آسف جدا. هل توجد طريقة لأتعرف بها على منزلي؟ ما رأيك أن تضع صورتك على باب المنزل؟ هذه فكرة رائعة. ما رأيك يا شملول؟ نعم، أنا سأضع صورتي بحجم كبير على الباب تحسباً فقط. أحسنت شملول. وهكذا تصالح القردان وذهبا لبيتهما في أمان. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. كان يوماً دافئاً مشمساً من أيام فصل الصيف، وكان الأستاذ ثعلوب جالساً في شرفته يقرأ الجريدة الصباحية ويستمتع بالنسيم العليل عندما سمع طرقاً على الباب. قادم! جامح، كيف حالك يا صديقي؟ أستاذ ثعلوب، أرجوك ساعدني. ماذا حدث؟ الكاميرا مرة أخرى. تفضل واشرح لي الأمر. إذن ما مشكلة الكاميرا؟ حسناً، كل شيء كان على ما يرام منذ آخر مرة، وفجأة اختفت كل الصور التي التقطتها. هل لا أريتني الكاميرا من فضلك؟ طبعاً. أخذ الأستاذ ثعلوب الكاميرا وتفحصها جيداً، بدت في حالة جيدة تماماً، لكن عندما تفحص الذاكرة، هذه هي. ماذا؟ ما هو؟ الذاكرة ممتلئة. وماذا أفعل في ذلك؟ عليك أن تبدل بطاقة الذاكرة، ويمكنك أن تفرغها على الحاسوب. هكذا إذن؟ نعم، ولحسن حظك لدي واحدة هنا، دعني أضعها لك. ذات 64 جيجا بايت ستفي بالغرض. أخذ الأستاذ ثعلوب الكاميرا وقام بوضع بطاقة الذاكرة الجديدة بدلاً عن القديمة. تفضل يا جامح، حافظ عليها، فيها كل صورك القديمة، وها هي الكاميرا. رائع، شكراً أستاذ ثعلوب. على الرحب والسعة. وهكذا مضى جامح سعيداً بالكاميرا يلتقط الصور ليخلد اللحظات المميزة ويصنع أجمل الذكريات. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. كان يوماً صحواً من أيام فصل الصيف، قرر الأستاذ ثعلوب أن يذهب إلى الشاطئ حيث يسترخي ويستمتع. يا له من يوم مشرق وجميل. وبينما كان الأستاذ ثعلوب مستلقياً يستنشق النسيم العليل، مر به الكلب رماح. كان يلهو ويطارد فراشه، وأخذ يجري وراءها. وعندما اتجهت الفراشة إلى البحر، قال لها رماح: لن تهزميني. وهكذا ظل يسبح، وظلت الفراشة تطير. لكن فجأة أصابه شد عضلي، وشعر بالألم الشديد الذي جعله غير قادر على السباحة. ما هذا؟ قلق الأستاذ ثعلوب، ماذا عليه أن يفعل؟ رماح بعيد جداً عنه، ظل ينظر حوله حتى وجده مركباً بخارياً مربوطاً بجذع شجرة. أصمد، أنا قادم! على الفور اتجه الأستاذ ثعلوب إلى المركب وحرره، ثم ركبه وانطلق مسرعاً باتجاه الكلب رماح لينقذه. هل أنت بخير؟ أنا بخير.
لقد زال الخطر، حمدا لله على سلامتك. ولكن ماذا كنت تفعل في عمق البحر؟ آسف أستاذ ثعلوب، كنت أمرح مع الفراشة بنان ثم طارت فوق الماء فتبعتها، لكن فجأة أصابني شد عضلي ولم أستطع السباحة بعدها. هذا أمر عصيب. عصيب جدا أستاذ ثعلوب. حسنا، أرجو ألا تسبح في المياه العميقة مجددا. بالمناسبة، أين والدتك؟ إنها بالمنزل. إذن سأوصلك. وهكذا ركب الأستاذ ثعلوب وبجانبه رماح الذي تعلم درسا لن ينساه. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. ذات ليلة من ليالي الغابة المقمرة، شعرت السيدة بطوطة بالجوع فقررت أن تخبز كعكة لذيذة. الآن علي أن أنتظرها حتى تنتهي. بدأت السيدة بطوطة في تنظيف المطبخ، ثم اتجهت إلى الموقد حتى تتفقد الكعكة. لكن عندما فتحت باب الموقد، انفجار! أستاذ علوب! أستاذ علوب! الحقني! انفجار في منزلي! أستاذ علوب استيقظ! أستاذ علوب أرجوك ساعدني! كان الأستاذ ثعلوب يغط في نوم عميق، لكنه استيقظ على صوت السيدة بطوطة. وحش! هذه أنا بطوطة! لقد أخفتني، فالوقت متأخر. ما الذي حدث؟ انفجار! ماذا؟ أين؟ في بيتي، انفجر الموقد بينما كنت أخبز الكعكة. الكعكة! تركتها بداخل الموقد. هيا نذهب حالا، سآتي معك. أخذ الأستاذ ثعلوب مفاتيح سيارته وانطلق هو والسيدة بطوطة باتجاه منزلها. أين الموقد سيدة بطوطة؟ في الأمام، انظر. أها، سيدة بطوطة، هل قرأت لي لافتة التحذير هذه من فضلك؟ إجراءات السلامة، موقد الغاز، يرجى إغلاق صمام الغاز بإحكام لتجنب حدوث تسريبات خطيرة قد تؤذي صحتكم. بالضبط. صمام الغاز؟ لقد تركتيه مفتوحاً. كنت جائعة أستاذ ثعلوب. كنت جائعة؟ عظيم. على كل حال، لقد أغلقته. ما هذه الرائحة؟ إنها الكعكة، أظنها جاهزة الآن. تبدو شهية جداً. لتجلس وتتذوقها. حسناً، لا أستطيع أن أرفض. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. يوما ما، وبينما كان الأستاذ ثعلوب يشرب مشروبه الصباحي المفضل من اللبن والشوفان ويستمتع بمشاهدة برنامجه اليومي على التلفاز، إذ سمع طرقاً على الباب. ترى من يكون في هذا الوقت المبكر؟ وعندما فتح وجده واقفاً ينتظر. كان ذلك هو السيد خنزوان الذي كان مستاءً بشدة. أهلاً صديقي خنزوان، لما يبدو الحزن على وجهك هكذا؟ طاب صباحك أستاذ ثعلوب، لدي مشكلة كبيرة ولا أدري إن كان لها حل أم لا. اهدأ يا عزيزي واطمئن تماماً، فلا مشكلة بلا حل. تفضل لنتحدث في الداخل بهدوء، وأعدك أني سأجد حلاً لك. دخل السيد خنزوان مع الأستاذ ثعلوب إلى المنزل، فأجلسه على أريكته المريحة وقدم له مشروب الليمون الطازج بالنعناع حتى تهدأ أعصابه ويستقر. هذا سيهدئك. شكراً لك أستاذ ثعلوب، أنت كريم ونبيل كما سمعت عنك من حيوانات الغابة.
الآن أخبرني، ما الذي حدث معك وضايقك هكذا؟ لم يحدث معي شيء خطير، كل ما هنالك أني مؤخراً لاحظت أن الحيوانات تنفر من رائحتي ويبتعدون عني أثناء حديثي معهم. بالطبع لم يخبرني أحد بذلك حتى لا يجرح مشاعري، لكنني فطنت إلى الأمر. وكيف تأكدت من ذلك سيد خنزوان؟ لقد تأكدت من ذلك عندما شممت رائحة ملابسي، لقد كاد يغشى علي من سوء رائحة الملابس، لذا قررت أن أحاول تغيير هذا الوضع لأني حيوان اجتماعي وأحب أن يقترب مني أصدقائي ولا ينفرون مني بهذا الشكل. بالطبع. حسناً، ما رأيك أن نذهب الآن إلى منزلك؟ وهناك بكل تأكيد سنصل لحل لمشكلتك. هيا بنا إذن أستاذ ثعلوب. انتظرني قليلاً إذن. ارتدى الأستاذ ثعلوب ملابس المهمات خاصته وعاد سريعاً إلى السيد خنزوان الذي كان في أوج الإثارة والتلهف لمعرفة كيف سيحل الأستاذ ثعلوب مشكلة الرائحة السيئة. الآن هيا بنا إلى منزلك واستعد لحل جميع ما يحزنك. ركب الأستاذ ثعلوب سيارته الجيب الأنيقة وبجانبه السيد خنزوان وانطلقا معاً في طريق المنزل. وفي طريقهما تجاذب أطراف الحديث وناقشا معاً الكثير من أمور الحيوانات والغابة. ها هو منزلي، قف هنا أستاذ ثعلوب. ما أجمل منزلك سيد خنزوان، تصميمه رائع حقاً. هذا لطف كبير منك أستاذ ثعلوب. دخل الاثنان المنزل، وحينما أغلق الباب شم الأستاذ ثعلوب رائحة كريهة جداً آتية من الأسفل. أخبرني عزيزي، أين تخزن ملابسك؟ أخزنها بالأسفل في قبو المنزل، تعال معي سأريك. لا شكراً، لقد وصلتني الصورة. اسمع سيد خنزوان، سبب الرائحة الكريهة هو الملابس بالتأكيد، وما يجعل رائحة الملابس كذلك هو تخزينها في ذلك القبو. حقاً؟ أجل، سأخبرك، عليك من اليوم أن تخرج ملابسك من هذا القبو وتنظفها جيداً بالماء والصابون، وأنا سأصنع لك خزانة ملابس نظيفة يمكنك تخزين ملابسك فيها دون أن تقلق أبداً من أمر الرائحة. أحضر الأستاذ ثعلوب المعدات المطلوبة لعمل الخزانة من حقيبة الأدوات الذكية خاصته، وشرع في صنع خزانة خشبية من أجمل ما تكون. خنزوان، هل تعرف أسماء هذه المعدات؟ كلا، أخبرني بأسمائها أستاذ ثعلوب. حسناً، هذا مفك، وهذه مسامير، وهذا يسمى غراءً، وهذه مطرقة. شكراً. تهلل وجه السيد خنزوان وقفز من الفرحة، حتى أن البيت اهتز وكادت الخزانة الجديدة تقع وتتكسر. لا أعرف كيف أشكرك أستاذ ثعلوب، أنت شخص عظيم. هكذا سيقترب مني أصدقاء الحيوانات ولن يتأفف مني أحد ثانية. واجبي يا خنزوان، وإليك خليط الأعشاب الطبيعية هذا، ضعه في الخزانة الجديدة، إنه مستخلص من زهور فواحة وسيضفي رائحة زكية على ملابسك. شكراً، شكراً جزيلاً لك. ودع الأستاذ ثعلوب السيد خنزوان ومضى في طريق عودته للمنزل سعيداً منشرح الصدر بمساعدة صديقه، لأنه يعلم جيداً أن السعادة الحقيقية في إسعاد الآخرين. أصدقائي، إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة، وإذا فعلتم الجرس بالأسفل سيصلكم إشعار بحلقاتنا الجديدة. مع السلامة. يوما ما كان النسر العظيم هيثم يطير إلى عشه، كل ما أراده حينها هو الراحة، ولكنه لم يقوى على الوصول فقد شعر بالبرد والتعب الشديد. يبدو أنه قد أصبح نسراً مسناً، لذا قرر الذهاب للأستاذ ثعلوب. أهلاً سيد هيثم، تبدو متعباً، تفضل أرجوك.
شكراً أستاذ ثعلوب. حسناً أخبرني، كيف أساعدك؟ أستاذ ثعلوب، لقد عشت أياماً مليئة بالازدهار والرخاء، ولكنني صرت كهلاً ومتعباً، ولا أستطيع العيش وحيداً هناك في هذا الطقس البارد. وأين تعيش سيد هيثم؟ على قمة الجبل. فهمت، الرياح قوية هناك، يبدو أنك تصاب بالبرد كثيراً. كلا، لم أعتد أن أمرض، لكن ذلك كان في الماضي، أما الآن صرت ضعيفاً، لست كما كنت سابقاً، كما أنني وحيداً هناك بالأعلى، لا يوجد أحداً يتحدث إلي أو يساعدني في التماثل للشفاء إن مرضت. ولم لا تأتي وتعيش معنا في الغابة؟ لقد بحثت كثيراً، لكنني لم أعثر على المكان المناسب لعش الكبير، ولا أقوى على بناء عش جديد، كما لا أستطيع السكن في بيت أحدهم. أخذ الأستاذ ثعلوب يفكر، ما الذي يمكنه فعله لمساعدة صديقه القديم؟ وجدتها! سوف نبني بيتاً جديداً، لا تقلق. سريعاً جمع الأستاذ ثعلوب أدواته وقفز في سيارته متجهاً إلى وسط الغابة. توقف أمام شجرة بدت قديمة وراسخة في منتصف الغابة، حيث تعيش العديد من الحيوانات. مكان رائع أستاذ ثعلوب! انتظر لترى ما خططت لأجلك. أسند الأستاذ ثعلوب السلم على الشجرة وبدأ في عد الخطوات لأعلى. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. وعندما وصل إلى الأعلى فتح حقيبته وأخرج ألواحاً خشبية، ثم قام بتركيبها معاً. والآن أحتاج لبعض المسامير وسيكون كل شيء في أفضل حال. شارفنا على الانتهاء سيد هيثم. لا أطيق الانتظار أكثر أستاذ ثعلوب. يا إلهي، يا له من بيت رائع! إنه بيتك الآن سيد هيثم. هذا بيتي؟ لا أصدق عيني. أشكرك بشدة أستاذ ثعلوب. على الرحب صديقي. دخل النسر هيثم منزله الجديد، وكان يومه بمثابة العيد. كانت فكرة سديدة للأستاذ ثعلوب، الذي طالما ساعد الغير وأسعد القلوب.